بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحمد لله والشكر لله، السيناريو اللي كلنا كنا في انتظاره تحقق، وأصبح مصير النادي الأهلي في إيديه، مش في إيد أي حد تاني. الحقيقة كلنا يوم الجمعة الحمد لله ربنا كرمنا بمباراة، أنا عارف إن إحنا بنلاعب فريق ضعيف أقل مننا فنيا بكتير، أنا عارف إن إحنا كنا بنلعب بأجواء مشابهة، لأن أنا دايما وأنا آسف إن أنا بقول هذا الكلام، أنا لا أعطي أي انطباع أبدا أو أي ضرورة للاعبين إن هم يقولوا إن إحنا كنا بنلعب الساعة 3 الظهر، أنا عارف إن الموضوع ساعات بيبقى صعب شوية، ولكن إحنا بقالنا طول عمرنا من 1907 وحتى الآن بنلعب في هذه الأجواء، فبالتالي الموضوع بالنسبة لنا أصبح شيء متعودين عليه أو واخدين عليه. ده أولا، أنا عارف أن الفريق اللي احنا بنلعبه القطن الكاميروني أقل مننا فنيا بكتير جدا، أنا عارف أن أمور كثيرة جدا تخلينا نكسب هذه المباراة، ولكن الحقيقة أنا بأثني على أداء اللاعبين في هذه المباراة، كل اللاعبين الحقيقة، كل اللاعبين من أول محمد الشناوي وكل اللاعبين اللي لعبوا وكل اللاعبين اللي نزلوا كانوا قاعدين برا ونزلوا، أنا بحيي كل اللاعبين لأن هم أدوا مباراة رائعة بعيداً عن المستوى. ولكن أنت الشوط الأولاني أنا أول مرة من زمان أبقى قاعد وبتفرج على النادي الأهلي ومبسوط. الفترة اللي فاتت كنت ببقى نص مبسوط، الفترة دي أو المباراة دي تحديداً أنا مبسوط. كلنا انتظرنا بعد نهاية المباراة وربنا كرمنا، والكل كان منتظر تاني يوم، وده اللي احنا كنا دايما بنقوله لحضراتكم خلال الاسبوع الماضي بعد الهزيمه من سان داونز. رجعت لحضراتكم في هذا المكان وقلت لكم يا جماعه خلينا ننتظر ايه اللي هيحصل خلال الفترات القادمه، لان المركب في نصف او في نص البحر وما زالت وستظل لنهايه هذا الموسم. خلاص؟ فكلنا كنا متفقين بهذا الشكل. فالحقيقه استنينا يوم السبت، ربنا كرمنا بنتيجة جيدة بالنسبة للنادي الأهلي، أي نتيجة أخرى ركلة الجزاء اللي جت في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة السان داونز والهلال لو كانت دخلت كان الأهلي بره، ولكن تشاء الظروف أن تضيع ركلة الجزاء دي ويدخل النادي الأهلي وتصبح الأمور في إيدك. طيب خلاص عدنا الجمعة وعدنا السبت، عندنا المباراة هتبقى في خلال اسبوعين، يا يوم 30/31 او 31 او 1 ابريل، لسه لم يتم تحديد الميعاد. هتتكلم عن هذه المباراه من دلوقتي؟ هتكلم عن هذه المباراه من دلوقتي، لان انا شايف نبره ان احنا هنكسب 3-4. خلي بال حضراتكم، مباراه في منتهى الصعوبه، واحده من اصعب المباريات اللي هيلعبها تيم النادي الاهلي، لازم تبقى اللعيبه اللي هتلعب واللعيبه اللي قاعده احتياطي في قمه تركيزها في هذه المباراه، بتلاعب نادي كبير، نادي الهلال، بعيدا عن اي خلافات واي امور اخرى، نادي الهلال فريق كبير جدا وواحد من اهم واكبر الفرق في افريقيا، لما تيجي تلعبه الامور بينك وبينه دايما بتبقى 50-50. خلي بال حضراتكم، محدش يقول لي احنا كسبنا، محدش يقول لي احنا صعدنا، محدش يقول لي احنا خدنا البطوله عشان ربنا كرمنا في يوم الجمعه والسبت. لا يا جماعه، الكلام ده مش جمهور الاهلي اللي يقول هذا الكلام، والجمهور ما قالش كده، ولكن انا بجد ان بعض الناس تقول لي الف مبروك يا كابتن، انت عارف احنا هناخد هذه البطوله ان شاء الله، ربنا يكرمنا ونفضل في ظهر فريقنا بحضراتكم بجمهور النادي الاهلي عشان ناخد هذه البطوله، ربنا يكرمنا، دي حاجه ثانيه، ولكن انا عندي مباراه كمان اسبوعين، واحدة من أهم المباريات في تاريخ هؤلاء اللاعبين، واحدة من أصعب المباريات اللي هيلعبها اللعيبة دي. ولو تفتكروا الأسبوع اللي فات وأنا بتكلم مع حضراتكم اتكلمت في الأمر وقلت يا رب يا رب يحصل هذا السيناريو زي أي أهلاوي. بالمناسبة يعني أنا ما بخترعش حاجة، لكن أي حد أهلاوي وبيحب النادي ده من قلبه قال الكلام اللي أنا قلته، مش اللي أنا قلته، اللي أنا خدته من جمهور النادي الأهلي اللي بيقوله. أي حد أهلاوي كنا نفسنا السيناريو، طب السيناريو حصل. عايزين نقف في ظهر فريقنا أكتر الأسبوعين اللي جايين. وهنفضل طول عمرنا مهما كانت النتيجة بالمناسبة، لأنه أنت بتلعب كرة قدم. بتلعب كرة قدم. مكسب، تعادل، هزيمة.
ولكن لا قدر الله، لا قدر الله حصل اي حاجه، الجمهور بيقدر شيء واحد بس، المجهود اللي اللعيبه بتعمله في الملعب لو عملت المجهود. وربنا دايما بيقدر اللي بيجتهد، بيدي لك من حيث لا تحتسب، بيدي لك من اي حته، بتلاقي الكره جت في حد ودخل الجون، الكره تبقى طالعه اوت تخبط في واحد وتخش جون. عشان كده انا بقول لحضراتكم السيناريو اللي احنا كلنا عايزينه حصل، ولكن تبقى سيناريو، تبقى سيناريو. والنادي الاهلي النهارده بعت لهذا السيناريو، اتمنى ان تكون المباراه في استاد القاهره بسعه استاد القاهره كامله، اتمنى، اتمنى ان احنا نقدر هاجي للموضوع ده في وقته واتكلم واقرا لحضراتكم البيان اللي عمله النادي الاهلي، ولكن ده السيناريو اللي كل جمهور النادي الاهلي كان عايزه وبيتكلم فيه. ان شاء الله ربنا يكرمنا ونفضل في ظهر فريقنا، لانه اللي حصل ده اقسم بالله هو وقفه جمهور النادي الاهلي فقط، فقط خلال الاسبوع اللي بعد نهايه المباراه سان داونز. الناس زعلت، جمهور الاهلي زعل وانتقد فريقه، خلاص يوم يومين والناس ابتدت تفكر في مباراه يوم الجمعه، يوم الجمعه القطن ساعتها، وبعدين مباراه القطن خلصت ابتدت الناس تفكر، جمهور الاهلي يفكر في مباراه يوم السبت، مباراه يوم السبت خلصت واصبح الامر في ايد لاعيبه النادي الاهلي مره اخرى. جمهور النادي الاهلي لا يفكر في شيء واحد الا مسانده ودعم فريقه خلال الاسبوعين اللي جايين في كل حاجه علشان نقدر نكسب النادي الهلال في الملعب. انا لن اتكلم عن حاجه خارج الملعب اطلاقا، ماليش دعوه. انا هتكلم ان انا فريق 11 بيلعب فريق 11، والفريق ال11 اللي هو النادي الاهلي فنيا هو اعلى من نادي الهلال، فنيا احنا اعلى، ولكن كره القدم روح نادي الهلال هتبقى كبيره جدا، لانه عايز يكسب هو كمان ومن حقه ان هو يكسب. لكن احنا كنادي اهلي لن اتكلم عن حاجه خارج الملعب. كلنا فتره وجهه نظري اتمنى ان جمهور النادي الاهلي ما يتشدش لاي حاجه بره الملعب، خلينا في الملعب نساند وندعم فرقتنا في الملعب مش بره الملعب، مش من حاجه تحصل بره، ماليش دعوه باللي بيحصل بره الملعب. انا يهمني ان انا العب يوم 31 او 1 في ال 11 اللي هيلعبوا نقدر نكسب، واقدر اكسب 1 و2 و3 لو اقدر، و10 لو اقدر، واشجع ال 90 دقيقه اشجع فرقتي، مش هعمل اي حاجه تانية. انا اتعلمت الكلام ده منين؟ من حضراتكم، من جمهور النادي الاهلي. هو جمهور النادي الاهلي دايما اللي احنا بنتعلم بنستلهم كل حاجه منه. انا شخصيا بعمل كده وبقول لكل زمايلي، بالمناسبه كل زمايلي هنا في القناه يقعدوا معايا اقول لهم يا جماعه انا من الناس اللي شفت جمهور النادي الاهلي وانا في الملعب، مش وانا على الشاشه. انا وانا في الملعب كنت اسمع لما الناس تنتقدني او تشتمني، كنت بسمع على طول في وداني من الجمهور اللي قاعد، انا كنت بلعب جنب الجمهور كمان. فبقول لهم دايما يعني شوفوا جمهور الاهلي بيعمل ايه ونستلهم الحاجه الحلوه منه اللي هي كل حاجته حلوه. فاحنا 90 دقيقة تشجيع، 90 دقيقة دعم، 90. أنت بتقول الكلام ده من دلوقتي يا إسلام؟ أه بقوله من دلوقتي، لأن أنا متأكد وعارف أهمية وصعوبة هذه المباراة. المباراة دي بالمناسبة 50-50، أنا هجيب من الآخر. المباراة دي 50-50، قد تكون في نسبة أفضل شوية للنادي الأهلي على كل اللاعبين، التركيز عندهم مهمات. كل اللعيبة عندنا 7 في المنتخب الوطني و3 مسافرين منتخبات وطنية، سواء بيرسي تاو أو إليو ديانج أو علي معلول، وعندنا 4 ولا 3 في المنتخب الأولمبي، وعندنا وعندنا وعندنا، ولسه هتكلم عن قصة الرابطة. ولكن بعد ما يخلصوا ويركزوا مع منتخباتهم ويركزوا مع بلدهم، بعد كده يرجعوا يركزوا في شيء واحد فقط، مباراة يوم مباراة الهلال. إن شاء الله لكل حدث حديث، ولكن نبقى دايما في ظهر بعض خلال الفترة اللي جاية وإيدينا في إيدين بعض، علشان المباراة دي صعبة جدا جدا جدا. هنتكلم كتير عن مباراة الهلال خلال الفترة اللي جاية، لأنه زي ما قلت لحضراتكم في كل الأوقات اللي جاية هنفضل دايما في ظهر فرقتنا ونساند
فرقتنا. على الجانب الآخر، نادي الأهلي يوم 31 أو يوم واحد، اليوم اللي هيقرره النادي الأهلي، هيكون النادي الأهلي في مهمة وطنية. والمعلومة دي أنا بقولها عشان أفكر لكل الناس، لأن النادي الأهلي له فرصة قوية إن احنا هنلعب على أرضنا وعايزين نصعد إن شاء الله. فلازم الدعم، الدعم من كل الناس ومن كل الجهات. عشان كده وانا هنا هوجه كلامي للسيد النائب احمد دياب رئيس رابطه الانديه وكل اعضاء مجلس اداره الرابطه، وهم ناس بالمناسبه عايزين يساعدوا وعايزين يعملوا، ولكن لازم رابطه الانديه تاجل مباراه المصري في كاس الرابطه. انا لو جبت لحضراتكم لإخواتنا وأصدقائنا في الرابطة، لو جبت لحضراتكم النادي الأهلي لعب في آخر شهر ونص ولا شهرين قد إيه مباريات؟ ها؟ بقالنا شهرين بالظبط تقريبًا بنسافر وبنلعب تحت ضغط مباريات كبير جدًا، من المغرب للسودان لأسوان لجنوب أفريقيا للكاميرون لإسكندرية للسويس لهنا، ضغط وتعب في كل مكان. ما كناش قاعدين في البيت يعني، ولا قاعدين في الساحل أو ولا قاعدين في العين السخنة. لا، ما كناش مريحين. ده كفايه ان انت بتلعب كل 3 ايام مباراه، وبتواجه انديه ومنافسين مريحه بقالها اسبوع. خلاص قابلنا، او انت الرابطه بتقول ان النادي الاهلي قابل بهذا الوضع او اتفقوا مع بعض على هذا الوضع، تمام. كفايه اللي حصل في مباراه المقاولين اللي اتحطت في توقيت صعب جدا جدا على النادي الاهلي، وشفنا نتيجه هذه المباراه في سان داونز. لها تأثير طبعا، طبعا التأثير الأكبر زي ما كنا بنتكلم ساعتها، لكن لها تأثير. وهو سؤالي برضو، هو ليه ما يكونش في تعاون علشان كاس الرابطة تنجح بمشاركة كل، أنا عايز كاس الرابطة تنجح، وحضرتك عايز كاس الرابطة تنجح، وكل الناس الأهلوية عايزة كاس الرابطة تنجح، ولكن بمشاركة جميع الأندية وبمنتهى والعدالة لكل الأندية. فلماذا لا تتعاون الرابطة مع النادي الأهلي في مهمته الإفريقية اللي مطلوب الكل يقف معاه؟ الأهلي مش هيلاعب مثلا الهلال السوداني في مباراة ودية، لا، ده البطولة الأقوى والأولى والأهم في القارة الأفريقية. هو مين اللي بيمثل مصر في هذه البطولة؟ أو مين الوحيد اللي باقي يمثل مصر في هذه البطولة؟ ولو خرج، لو لا قدر الله حصل في مباراة الهلال حاجة، هيبقى خرجنا كلنا، سواء النادي الأهلي أو نادي الزمالك اللي خرج من يومين برضه من هذه البطولة رسميا. مش هيبقى لينا ممثل، أو مش هيبقى فيه ممثل لمصر لو النادي الأهلي لا قدر الله في مباراة يوم 31 أو 1 خسر هذه المباراة أمام الهلال أو تعادل أمام الهلال. فالأهلي هو الأمل الوحيد للأندية المصرية ولاستمرارها فيما تبقى من هذه البطولة، بطولة الدوري أبطال إفريقيا. فيجب أن يكون هناك مساعدة من اتحاد البلد ورابطة الأندية، مش يكون فيه عراقيل. حضرتك حاطط الماتش يوم 27، رغم أن في فرق أخرى هيلعبوا قبل كده، رغم أن في فرق أخرى هتلعب قبل يوم 27. والغريب بقى ان في من الفرق دي خرج من البطوله الافريقيه وعنده وقت كافي حتى لو لعب يوم 27 ولا 28. وايضا بقيه الفرق اللي بتلعب في افريقيا لسه وما زالت في الكونفدراليه عندهم وقت كبير. هو ليه حضراتكم بتضغطوا النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي؟ لما النادي الاهلي يكون عنده ماتش يوم 31 مارس او 1 ابريل، واللعيبة الدوليين هيرجعوا يوم 28 أو 29 مارس، معناه إيه؟ هو حضر يعني معناه إيه؟ إن أنا بتخلص على لعيبة النادي الأهلي مثلا؟ طب لصالح مين؟ لما بنقول إن النادي الأهلي فيه مهمة وطنية ومحتاج تكاتف الجميع، وحضراتكم ناسيين اللي حصل مع النادي الأهلي الموسم اللي فات؟ لما الجواب اختفى في ظروف غامضة، مش في ظروف غامضة، في ظروف واضحة وفي درج واضح،
ولكن يعني ما حصلش حاجه، ناس موجوده ومبسوطين بيحطوا ايديهم في جيوبهم وواقفين بيتصوروا وكل حاجه. وغيره وغيره وغيره، ده بس كل اللي انا ما بفتكر حاجه بقولها. لكن الموضوع ده اصله موضوع وتم اثبات مين اللي خبى الجواب وفي درج مين الجواب مستخبي، محدش عمل حاجه. يعني نحاول على الاقل ان احنا نصلح من اخطائنا. وبعدين السؤال هنا اللي ملوش اجابه بالنسبه لي، يعني هل المشاركه في بطوله كاس الرابطه اجباري؟ طيب اذا كان اجباري، طب فين لائحة البطولة؟ عارفين لائحة البطولة؟ سطر وسط لائحة الدوري. طب أين مبدأ تكافؤ الفرص؟ طيب أنا غايب عني 14 لعيب تقريبا ما بين منتخبات مختلفة، والفرق التانية عندها يا عم 7 لعيبة زي ما حضراتكم قلتوا. طيب فين مبدأ تكافؤ الفرص في مثل هذا الأمر؟ وبعدين لو حضرتك حاطط في لائحة البطولة، لائحة دوري رابطة الأندية أو لائحة رابطة الأندية، حضرتك حاططها سطر في لائحة الدوري، خلينا بقى إذن هنستعين بلائحة الدوري. طب هل حضراتكم شفتوا القرعة بتاعت البطولة؟ والله أنا كنت متضايق جدا من شكل القرعة جدا. يعني قرعة في أي مكان آخر تبقى أفضل بكتير من القرعة اللي حصلت في دوري الرابطة السنة اللي فاتت. كلنا سقفنا وقلنا قرعة حلوة وقرعة جميلة وقرعة لطيفة، لكن المرة دي ده ما فيش حد حضر. أقول لحضراتكم حاجة حصلت ما بين الكواليس في موضوع الرابطة والقرعة ده بسرعة كده وإحنا في وسط الكلام. يعني من كتر ما هم مش لاقيين حد يسحب القرعه، كلموا الاستاذ كابتن محمد عباس المسؤول الاعلامي لفيوتشر وكابتن صابر عيد المدير الرياضي لغزل المحله ينقذوا الموقف ويسحبوا هم القرعه بدون اي ترتيب. وحضراتكم بتكلموا في نظام ايه وانتوا اصلا لا احد يعمل بهذا النظام. حضرتك من نفسك من المفترض تاجل هذه المباراه. مش محتاج ان انا اقعد اتكلم والنادي الاهلي يبعت بيان وده يرد عليه ببيان ومش عارف ايه وكلام كتير جدا عمالين نسمعه. وبعدين بيتردد كلام ان حضراتكم رافضين فكره التاجيل، رغم ان اني كنادي اهلي يعني طلبت وذكرت حضرتك ان انا عندي لا يقل عن 14 لاعب ما بين المنتخبات الوطنيه المختلفه. المنتخب الاول 7، الشناوي وعبد المنعم اعتقد وهاني ومحمد هاني ومروان عطيه وحمدي فتحي وكهربا احمد عبد القادر. منتخب الاولمبي حمزه علاء، محمد اشرف، رأفت خليل، احمد نبيل كوك، ادي 11. بيرسي تاو 12، معلول 13، اليو ديانج 14. تيم كامل ومعاه 3 احتياطي، ده غير المصابين أكرم توفيق وكريم فؤاد وبقية اللاعبين المصابة ومتولي اللي لسه بيعمل برنامج علاجي. واللي أنا عارفه إن ياسر إبراهيم برضه عنده بعض الشد أو شد في رجليه. واللي موجودين اللي باقيين مجهدين من السفر من هنا لهنا 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 لهنا. اللي عايز أقوله يا ريت يكون في تعاون، مش نحط عراقيل للنادي الأهلي. كفايه اللي حصل في ماتش المقاولين واللي حصل السنه اللي قبلها في نهائي دوري الابطال من اخفاء الخطاب. مش عارف مع النادي الاهلي. النادي الاهلي هو عيد في هذه في دوري ابطال افريقيا. مش طالب من حضرتك اي حاجه يعني سوبر رابطه او خارقه يعني. لا ابدا، ده حق وبطلب. انا عندي 14 لعيب مش موجودين وهيجوا يوم كذا، وعندي 4 مصابين، ادي 20 لعيب، وانا قائمتي فيها اكتر يعني فيها كام 30 تقريبا. يعني العب المباراه ب10 مثلا ولا اعمل ايه؟ لان حضرتك لما هتلعبني مباراه المصري في كاس الرابطه يوم 27 في اسكندريه وفي رمضان، يعني هنخلص الساعه 12 بالليل.
طب امتى هرجع واخد راحه عشان الحق استعد لمباراه الهلال، هذه المباراه المصيريه في مسيره النادي الاهلي اللي لسه كنا بنتكلم عليها من شويه. اتمنى ان يكون هناك تعاون، مش يكون هناك وضع للعراقيل. وانا شخصيا اثق في النائب احمد دياب وكل اعضاء الرابطه، كابتن عماد متعب، انا متاكد ان هم في طريقهم يا رب يعني، او اتمنى، انا ما اعرفش، ما عنديش معلومه تقول لي ان انا او تخليني اطلع اقول مع حضراتكم هذا الكلام، ولكن ثقتي الكبيره جدا في ان النائب احمد دياب وكابتن عماد متعب وبقيه اعضاء الرابطه هيبقوا عايزين طبعا طبعا من غير ما افكر الاصلح للنادي الاهلي ممثل مصر الوحيد قبل هذه المباراه المهمه جدا، مباراه الهلال. فاتمنى ان شاء الله ان هم الرابطه يكون لها دور فعال بدون وضع عراقيل امام النادي الاهلي خلال الفتره القادمه، وكل ثقه في كابتن عماد، في نائب احمد دياب وكابتن عماد متعب وبقيه اعضاء الرابطه طبعا، ان هم يقدروا يصلوا لاتفاق مرضي للجميع. اتمنى على الجانب الاخر ان يكون هناك استجابه لطلب النادي الاهلي في حضور اكبر عدد. النهارده النادي الاهلي خاطب السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخليه امام حضراتكم البيان عشان يطلب الموافقه على السعه الكامله لاستاد القاهره في مباراه الهلال. البيان امام حضراتكم، اتمنى ان ده يحصل ويكون متوفر، لان الجماهير هيكون لها دور كبير جدا في مباراه الهلال، وده اللي انا كنت بقى اطالب بيه من بعد مباراه سان داونز. الاهلي او النادي الاهلي طول عمره دائما جمهوره هو حماه، جمهوره هو حماه، جمهوره هو سنده وداعمه الاول في كل الالعاب. الأهلي يحتاج للمؤازرة الجماهيرية الكبيرة لتحقيق الفوز والحصول على بطولة على بطاقة الصعود. الأهلي بالتالي، أو إحنا كلنا النادي الأهلي، وإحنا النادي الأهلي أكد في خطابه على تقديره للجهد الكبير اللي بيبذله رجال الأمن طبعًا، والتبعات والمسؤولية اللي بيتحملوها في مثل هذه المواقف الوطنية، ومساندتهم للمؤسسات الرياضية التي تمثل البلاد في المحافل القارية. طبعا العدد اللي هيقرره الأمن، أنا متأكد يعني لو الأمن قرر أن السعة كاملة في الاستاد، أنا متأكد أن السعة كاملة جوه الاستاد وبره الاستاد هيبقى في سعة يعني قد اللي موجودين في الاستاد. آه والله الناس متشوقة لرؤية ناديها وتشجيع نادينا فقط لا غير، مش هنبص لحد، مالناش دعوه الفرق الاخرى المنافسه تعمل اللي هي عايزاه، لكن انا هشجع واقف في ظهر فريقي. ده اللي انا متاكد منه من جمهور النادي الاهلي في هذه المباراه. عشان كده النادي الاهلي طالب من الامن، من وزير الداخليه، اكبر عدد او الساعه كامله لاستاد القاهره. اتمنى ان يتم الموافقه على هذا الامر، لان زي ما قلت لحضراتكم النادي الاهلي جمهوره هو الداعم والسند ليه في كل شيء. اخر حاجه هتكلم فيها مع حضراتكم الاعلام ودوره في هذه المباراه. اخواتنا واصدقائنا من الاعلاميين يجب ان يكون هناك دعم للنادي الاهلي في مباراته القادمه. في كل البرامج الاخرى. يعني الحمد لله من ساعه ما الواحد طلع واتكلم عن قصه سان داونز، والحمد لله لقينا الكلام عن في الموضوع ده الناس سكتت فيه. فأنا لا أملي على أحد أن هو يعمل إيه أو ما يعملش إيه، كل إخواتنا وأصدقائنا عايزين مساندتكم الفترة القادمة للنادي الأهلي، مش عايزين نجيب بقى مداخلات للمنافسين وأصل كذا وهنعمل وناخدهم في سكك تعكر صفو هذه المباراة. أرجو أن يكون التناول الإعلامي لهذه المباراة فنيا وكرويا، وده اللي أنا هعمله هنا في هذا البرنامج. أنا لن أتكلم عن حاجة خارج المستطيل، وعن جمهوري اللي انا ببقى متاكد منه. هتكلم عن 90 دقيقه جوه الملعب، و90 دقيقه ان شاء الله 70 80 الف او 100 الف
متفرج ومشجع اهلاوي يكونوا واقفين بيشجعوا فرقتهم، فرقتنا فقط، مالناش دعوه باي حد تاني. اتمنى من زملائنا الاعلاميين ان احنا ما نشوفش وما نقراش تعليقات سلبيه للبعض من الناس اللي عايزه تعمل العلاقه سيئه، سواء كانوا مسؤولين او جماهير في انديه اخرى. خلينا نقيم المباراه فنيا وكرويا. النادي الاهلي لا ينظر الا للملعب، والدعم الاعلامي مطلوب بشده لهذه المباراه جوه الملعب، لان النادي الاهلي في مهمه وطنيه بمنتهى البساطه. الاهلي مش بيلعب باسمه، الاهلي بيلعب باسمه طبعا، وباسم مصر اولا، وباسم النادي الاهلي. النادي الاهلي هو صاحب الانجازات والبطولات لمصر وللنادي الاهلي. دايما النادي الاهلي بيكون هو حامل رايه الانتصارات والتواجد في كل المحافل الدوليه. عشان كده يجب ان يكون هناك مناخ جيد لتحقيق او مواصله تحقيق هذه البطولات والانجازات، لان النادي الاهلي هو بطل افريقيا وكبير افريقيا. المارد الاحمر سيبقى دائما ملك افريقيا الاوحد وقلعه القوس. الحقيقه اجتماعات مستمره من النادي الاهلي او من الكابتن خطيب مع مستر كولر امبارح، ومع النهارده كابتن سيد عبد الحفيظ لمناقشه العديد من الملفات، وطبعا ده نزل على الموقع الرسمي للنادي الاهلي. كابتن سيد النهارده كابتن خطيب قعد مع كابتن سيد حوالي اكتر من 3 ساعات لمناقشه العديد من الجوانب الخاصه بالفريق الاول خلال الفتره الماضيه وما شهدته من منافسات على الصعيدين المحلي والافريقي. وجاء اللقاء في حضور كابتن حسام غالي عضو مجلس الاداره، والكابتن محسن صالح رئيس لجنه التخطيط، والكابتن زكريا ناصف عضو اللجنه. أيضا تطرق كابتن محمود إلى تقييم العديد من الملفات بهدف مساعدة الفريق وجهازه الفني والإداري والطبي على تقديم الأفضل والعمل على تحقيق أحسن النتائج لإسعاد جماهير النادي الأهلي سواء في البطولات المحلية أو الإفريقية. تضمن الاجتماع الذي استمر لما يزيد عن 3 ساعات الحديث عن المرحلة المقبلة ورؤية مدير الكرة في ضوء ما تتضمنه من تحديات تنتظر الفريق، وكيفية توفير الأجواء المناسبة لكل منظومة العمل بما يضمن الوصول لكل الأهداف المنشودة. طيب كابتن محمود امبارح قعد مع مستر كولر، وقلنا لحضراتكم من خلال كل برامج قناة النادي الأهلي اتكلمنا عن هذا الأمر، والنهارده كابتن محمود قعد مع كابتن سيد عبد الحفيظ. خلي بال حضراتكم في إطار الفترة القادمة لا توجد مباريات محلية مع النادي الأهلي، لن يلعب مباريات محلية باستثناء لو ما نشوف موضوع كأس الرابطة هيحصل فيه إيه. طيب إشاعات على رأي ستنا سهير البابلي الله يرحمها، قالت لك إشاعات، ناس عمالة بتقول إشاعات يا راجل. وصلت إنه مارسيل كولر هيمشوه من النادي الأهلي، اتقال كده والله العظيم ثلاثة اتقال كده بقالي يومين. في بعض اصدقائنا يكلموني يقولوا لي نفس الكلام، يا كابتن هو صحيح هيحصل كذا 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 كذا. انا الحقيقه بتعجب من مثل هذه الامور، بتعجب. هي السنه خلصت، هو ايه اللي حصل؟ عندنا مباراه ليها تقييم معين وشكل معين، وانا قلت لحضراتكم محدش هينسى اللي حصل، محدش هينسى اللي حصل، ولكن خلاص ربنا رجع لك الفرصة في إيدك تاني. لماذا كمية هذه الإشاعات من امبارح للنهاردة؟ أنا مش فاهم. فيما يخص مارسيل كولر، راجل شايف شغله، راجل ما خدش أجازات بقاله قد إيه؟ بقاله فترة طويلة جدا من ساعة ما رجع. فالحقيقة كلام غريب جدا وإشاعات كثيرة جدا في هذا الأمر. يا جماعة من فضل حضراتكم لا تلتفتوا لمثل هذه الأمور، لا تلتفتوا لمثل هذه الأمور ومثل هذه الإشاعات، كلها إشاعات الغرض منها شيء واحد فقط، هو هدم النادي الأهلي. معرفش ليه الحقيقة. من ضمن الأقاويل اللي بتقال هذه الأيام، أنا بكرة هشتغل على الملف ده وحوريه لحضراتكم، زي ما قالك إيه؟ قالك سان داونز أعظم فريق، عندهم سكاوتنج مش عارف فين وفين وفين، عندهم كل حاجة، ولكن عملوا إيه في آخر 10 سنين؟
بطولة أفريقية واحدة. النادي الأهلي في آخر 10 سنين ستة تقريبا، ست بطولات ولا خمس بطولات. فالفرق واضح. نفس الكلام يقول لك اصل احنا الكره المصريه عندنا فيها مشكله كبيره. لا يا فندم، احنا ما عندناش مشكله، قد تكون عندنا مشاكل اخرى في بعض الامور الاخرى فيما يخص كره القدم، ولكن قد تكون نتكلم في مشاكل اداريه في اتحاد كره القدم زي ما انتم شايفين اللي بيحصل، والكلام كله امام الجميع. لكن عندنا مشاكل في انديه اخرى ماليش علاقه بيها، ما اقدرش اتكلم فيها. ولكن انا، هو مين اللي لعب في كاس العالم؟ مين؟ النادي الاهلي اللي لعب في كاس العالم. فين المشاكل؟ هو مين اللي عمل المباراة اللي عملها النادي؟ اتغلبنا 4-2 ولا 4-2 في مباراة الأهلي وريال مدريد. هو مين اللي الصحف كتبت عنه ان هو الناس مش مصدقة المستوى اللي ظهر بيه النادي الأهلي؟ على الرغم من الهزيمة اللي حصلت في آخر 5 دقايق. عندنا مشكلة عشان ضغط المباريات اللي كل يومين ولا كل 3 أيام بتلعب مباراة. فمليون، ما هو وفي حد يلعب يوم التلات ويسافر جنوب افريقيا يوم الاربع، يوصل الاربع بالليل 8 ساعات سفر، ومطلوب مني ان انا العب ماتش زي ده يوم السبت امام سان داونز؟ لولا التفكير اللي حصل فيما يخص اداره النادي الاهلي واداره الكره في النادي الاهلي، ان تيجي معاك طياره توصلك، واول لما تقعد يومين ثلاثه في مباراه في جنوب افريقيا، وبعدين تروح من جنوب افريقيا للكاميرون. تفكير ناس عايزه تعمل افضل حاجه لفرقتها. فالحقيقه خلي بال حضراتكم من الاشاعات اللي عماله تضرب اليومين دول في كل مكان، مش عارف، غريبه في كل مكان لبعض من لا يشجع النادي الاهلي. خلي بالكم معروفين. طيب خلينا نروح لبقيه الاخبار اللي عندنا النهارده. تفاصيل زياره ملك قادش الاسباني للنادي الاهلي النهارده. النادي الاهلي استقبل الامريكي بن هاربرج احد ابرز ملاك نادي قادش الاسباني، والذي حرص على زياره النادي الاهلي برفقه عائلته. وكان في استقباله المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الاداره، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي. المهندس محمد سراج قام باصطحاب الضيف واسرته في جوله داخل مقر النادي بالجزيره، تفقد خلالها المنشات، حيث ابدى اعجابه بالتطور الكبير للبنيه التحتيه وما يملكه النادي الاهلي من ملاعب وتجهيزات تضاهي الانديه العالميه، وتحدث عن تطلعه لتعزيز مجالات التعاون ما بين النادي الاهلي ونادي قادش الاسباني خلال الفتره القادمه، وتبادل الخبرات والزيارات خاصه على صعيد فرق الناشئين، وإتاحة الفرص للاعبين مصريين الاحتراف بالأندية الأسبانية، وكذلك التعاون فيما يتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي ما بين الناديين. وعرض صاحب الحصة الأكبر من نادي قادش عدد الأسهم بالنسبة لنادي قادش، طبعا بالنسبة للنادي الأسباني، إمكانية تنظيم مباراة ودية بين النادي الأهلي وقادش في إسبانيا خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الترتيب لها وفقا لارتباطات الجانبين. الحقيقة دكتور محمد سراج عامل شغل رائع جدا خلال هذه الفترة. عموما هنكمل أخبارنا بقى ونتكلم عن المنتخب وعن المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي وما يحدث خلال هذه الفترة، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم بقية هذه الحلقة. الحقيقة قبل ما أتكلم عن الأخبار وأول أخبارنا عن أخبار المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي، كلنا شفنا قائمة المنتخبين سواء المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي، وإزاي النادي الأهلي وكالعادة الحقيقة على مدار التاريخ هو دائما المصدر الدائم والداعم للمنتخبات الوطنية. فاكرين لما بعض من لا يشجع النادي الأهلي طلع علينا وشكك في هذا الأمر؟ ولا وقالوا ايه كمان؟ ده النادي الاهلي بيمنع لعيبته عن المنتخبات الوطنيه. واللي لازم حضراتكم تعرفوه والجميع ان النادي الاهلي تاسس اساسا، او اساس النادي الاهلي جاء من اجل الوطنيه. تاني هقولها، فكره تاسيس النادي الاهلي من البدايه كانت من اجل الحفاظ على الوطنيه الشعبيه. الحمد لله طول عمر النادي الاهلي مصدر اللاعبين للمنتخبات الوطنيه على مدار التاريخ. اخرها لما تيجي نبص ونشوف قائمه المنتخب الاول 7 8 لاعبين او 6 7 لاعبين، المنتخب الاولمبي 4 3 او 4 لاعبين،
14 لاعب في صفوف المنتخبات الوطنية المختلفة، 14 لاعب من النادي الأهلي بتمثل سواء منتخب مصر أو المنتخبات الأخرى، لأنه المهمة الوطنية هي الأهم دائما في حياة وتاريخ مشوار أي لاعب. يعني مثلا البرتغالي روي فيتوريا ضم زي ما حضراتكم شايفين 8 لاعبين، شناوي وعبد المنعم وهاني ومروان وحمدي فتحي ومحمود كهربا. مروان اللي لسه جاي من نادي الاتحاد السكندري ولكن ظهر بمستوى يؤهله للدخول في منتخب مصر الحقيقه مع النادي الاهلي، والشكل العام اللي عامله الحقيقه مروان عطيه، يعني الحمد لله على سلامتك يا مروان لمنتخب مصر، بعيدا عن كهربا لان لسه هتكلم عن كهربا في وقته، لكن المنتخب الاولمبي ايضا بيستعد لمواجهتي زامبيا، وانا اتكلمت او بقالي 3 4 ايام بتكلم في هذا الامر، منهم 4 لاعبين موجودين مع من النادي الاهلي في صفوف المنتخب الاولمبي. عندنا مباراه ذهابا وايابا من المرحله الثالثه والاخيره للتصفيات المؤهله لبطوله كاس الامم، بتلعب مع واحده من افضل المنتخبات الوطنيه في افريقيا المنتخب الزامبي. ميكالي المدير الفني للمنتخب ضم 3 4 لاعبين، رأفت خليل، محمد اشرف، احمد نبيل كوكا، وحمزه علاء. علي معلول بقى واليو ديانج، علي معلول في تونس، اليو ديانج في مالي، بيرسيتاو في جنوب افريقيا، والكل بيساعد منتخب بلاده. عموما واحنا بنتكلم مع حضراتكم كده مهم جدا نعرف ان النادي الاهلي هو الاساس في كل شيء، النادي الاهلي هو منبع الوطنيه، هو دايما مصدر كل اللاعبين لكل المنتخبات الوطنيه، مش في كره القدم بس، في كل الالعاب. غدا ان شاء الله بينطلق معسكر منتخبنا الوطني الاول استعدادا لمواجهتي ملاوي. زي ما حضراتكم عارفين 24 لاعب في قائمه منتخبنا الوطني. اتحاد كره القدم بيطلب نقل مباراه منتخب مصر وملاوي لاستاد الدفاع الجوي، لانه بيقول ان في بعض الاصلاحات الخاصه باستاد القاهره. انضمام لاعبي النادي الاهلي والزمالك لمعسكر المنتخب الاولمبي، واستبعاد عبد النبي بسبب اصابته، احمد عبد النبي بكسر في مشطيه اليد بعدما اجرى له دكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي اشعه على اليد اليسرى. عايز اقول لحضراتكم مفاجاه بالمناسبه، رغم اعلان اتحاد كره القدم عن توفير طائره خاصه لمنتخبنا الوطني الاولمبي، لان الموضوع ده لم يحدث حتى الان، حتى هذه اللحظة بشكل رسمي الموضوع لم يحدث. قد يكون الحقيقة بعد بقالنا 4 5 أيام بنعمل نداء لوزارة الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي إن هو يتدخل في هذا الأمر، إن شاء الله قريبا جدا يا رب يحصل هذا الأمر ويتدخل دكتور أشرف في هذا الأمر ويعطي الأمر بطائرة خاصة للمنتخب الأولمبي تساعده الحقيقة في رحلته الصعبة جدا جدا إلى زامبيا. فيتور بريرا بالمناسبه رئيس لجنه الحكام البرتغالي بدأ شغله على الارض وبشكل سريع جدا. برضو من بعض اخبارنا كابتن سامي قمصان بيقود تدريبات الاهلي لحين عوده كولر من سويسرا. في بعض التقارير بتقول ان بملاك سيمبا قد يكون هو حكما لمباراة، تقارير لسه لم يتم الأمر بشكل رسمي، من الممكن أن نرى بملاك سيمبا يكون حكما لمباراة النادي الأهلي ونادي الهلال. أهلي 2007 بيفوز على طلائع الجيش بهدف في بطولة الجمهورية. النهاردة في كاس الرابطة حرس الحدود هزم المقاولين العرب 6-5 بركلات الترجيح، واتحاد كرة القدم يؤجل مباراة دور ال 32 لكأس مصر. كأس مصر الجديدة يعني اللي هي لسه الأهلي وصل للنهائي هو بيراميدز لسه ما خلصناش القديمة، فالأهلي أجل المباريات، الاتحاد أجل المباريات الجديدة. عموما وصلنا لفقرة صنع في الأهلي، وبطل فقرتنا النهاردة كابتن أشرف عواد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق لكرة اليد وأحد أساطير النادي الأهلي ومنتخب مصر في كرة اليد. بدأ مع النادي الأهلي في 1989 واعتزل في 2006، حقق مع النادي الأهلي العديد من البطولات، 14 بطولة دوري، 8 بطولة كأس، 5 بطولة أفريقية، 4 بطولة العربية، وشارك مع منتخب مصر في 3 أولمبياد و7 كأس العالم. ألقاب كثيرة جدا، كأحسن لاعب في إفريقيا 96، أحسن لاعب في البطولة العربية 94،
والقاب كثيرة جدا للنجم الكبير كابتن أشرف عواد. هنطلع نشوف صنع في الأهلي النجم الكبير كابتن أشرف عواد، ومن بعده فاصل، ومن بعد الفاصل هنستقبل ضيفنا في الجزء الأول من فقرة الضيوف. هيكون معانا النجم الكبير كابتن محمد حشيش في لقاء مهم جدا فيما يخص النواحي الفنية. زي ما قلت لحضراتكم كلامنا فقط هيكون عن النواحي الفنية وما سيحدث داخل أرض الملعب خلال الفترة القادمة، ووجهة نظر كابتن حشيش في مباراة القطن واللي حصل في مباراة سان داونز والهلال، وإن شاء الله مباراة الهلال القادمة. بعد ما نشوف صنع في الأهلي كابتن أشرف عواد فاصل، وبعد الفاصل كابتن محمد حشيش في ضيافة البيت الكبير. بدايتي كانت في مركز شباب عين الصيرة، إحدى المراكز في الحقيقة الشعبية، تمام. وكان في مجموعة معايا من اللعيبة اللي هم قدروا إن هم يكملوا في النادي الأهلي زي كابتن هاني حسن وكابتن وحازم أخويا والمجموعة كلها. أنت عارفة حضرتك المراكز الشباب كان ما فيش الدعم اللي هو الكافي، فقدر الكابتن ان هو كان معانا رحمه الله عليه كابتن شكري محمدي ان هو يتواصل مع كابتن سمير عبد الرب وينكا ساعتها ومدير النشاط الرياضي، وكان في مجموعه من اللاعبين وهم يلعبوا مع الاهلي وكده. فبالفعل تواصلنا مع كابتن سمير وكابتن شكري وقدرنا ان احنا نيجي النادي الاهلي قبل مباراه وديه، وبدانا بقى من 13 سنه مع النادي الاهلي هنا طبعا مراحل معينه. يعني كان في ناس 13 سنه وناس 15 سنه اللي هم مواليد 70 و72، وبدانا في النادي الاهلي طبعا كانت بطوله منطقه القاهره، والحمد لله يعني احنا كان الاسبوع اللي قبله مثلا يوم الجمعه مع مركز شباب عين الصيرة، والاسبوع اللي بعده لعبنا النادي الاهلي، والحمد لله كانت فاتحه خير يعني علينا اللي احنا في نادي عظيم زي النادي الاهلي دوت. وتدرجنا بقى بالمراحل السنيه 14 16 18 لحد ما تواصلنا مع طبعا كان في بدايه مع كابتن ابراهيم السيد وكابتن احمد عبد السلام، كان في المراحل السنيه الصغيره لحد ما تواصلنا لحد ال 16 سنه. يعني كان يمكن انا حظي سعيد يعني من الناس المحظوظه ان انا وانا سني صغير 16 سنه كنت مع الفريق الاول. الكلام ده كان سنه 89 مع كابتن جمال شمس، خدني انضمني مع الفريق الاول وقدرت امشي على الخط الثابته يعني التدريب، وبعد كده المنتخب طبعا الحمد لله انه كنت سابق منتخب بتاع سني بمرحله، يعني منتخب 70 وبلعب منتخب، يعني انا منتخب 72 بلعب منتخب 70. بص النادي الاهلي طبعا مختلف عن كل الانديه اللي موجوده، النادي الاهلي بيبقى سبورت ليك في اي حاجه، ما بيقفش قدامك في اي حاجه. يعني انا ساعه ما جالي الاحتراف في فرنسا كان ما فيش اي مشكله ان انا اطلع، وطبعا كان بموافقه المدير الفني ورئيس الجهاز. طبعا مساندة النادي الاهلي كان مجلس الاداره ما بيقفش قدام اي حد خالص، يعني ان هو في سبيل ان هو مستقبله كويس، بحيث ان طبعا النادي الاهلي مش ينفع ان انا اروح اطلع بره النادي الاهلي يطلعني وارجع اروح على نادي تاني، فكنت لازم ارجع النادي الاهلي. وانا طبعا من ابناء النادي الاهلي طبعا من 12 سنه يعني، والنادي الاهلي يعني ادانا كتير كيان طبعا كلنا بنعشقه، يعني ادانا كتير من يعني من الشهره ومن الصيت والسبورت وكل حاجه يعني. فدي كانت يعني النادي الاهلي واقف فيها معانا كويس جدا، وما بيبخلش النادي الاهلي ما بيبخلش اولاده في اي حاجه ادام فيها مصلحه ليه. من اول ما لعبت النادي الاهلي لا نقبل غير المركز الاول. طبعا النادي الاهلي علمنا الحماس والجديه، وان انت ما فيش حاجه اسمها خساره، الخساره دي بالنسبه لنا يعني التاني زي الاخير، فهو ده اللي عودنا فيه النادي الاهلي بالسبورت اللي هو اداه لنا والدعم اللي كان بيديه لنا، فهو ده اللي فرق معانا طبعا. في اي سكوت لاعب او مدرب او بقول للعيبه نفس الكلام، شخصيه النادي الاهلي شخصيه قويه جدا طبعا في العالم العربي وفي العالم كله، يعني النادي الاهلي معروف، فكان بيسبورت وحافز لينا ان احنا نقدر ندي اكتر حاجه في سبيل النادي الاهلي. يعني هو طبعا جمهور الاهلي جمهور عظيم طبعا، زي ما قلت لحضرتك ان هو لا يقبل الهزيمه او الخساره، وهو بالعكس ده هو سبورت لكل الفرق في اي فرقه، لكن في الظروف بس دلوقتي ما فيش جمهور، لكن هو بيشجعوا يعني بقلبهم، لو هم ما بيشجعوش لعيب بالذات او فرقه بالذات، لا هم بيشجعوا كيان النادي الاهلي، لازم هو كيان يبقى هو المستمر. وجمهور طبعا نمره واحد في اي لعبه من الالعاب طبعا، هو اللي بيدينا المساعدات بيساعد اذا كنا لعيبه اذا كنا مدربين اذا كان اللعيبه الصغيرين اللي احنا بندربهم، فالجمهور بيبقى واقف سبورت لينا كويس قوي
في اي مباريات وفي اي ماتشات وموجود في ظهرنا على طول. وطبعا جمهورنا الاهلي يعني بحييه تحيه كبيره اللي في الوطن العربي وفي العالم العربي كله. طبعا اللي كان النادي الاهلي كان اهلي كان كبير، لازم احافظ عليه ولازم اخليه في احلى صوره، ويعني والنادي الاهلي عظيم بناسه ومجلس ادارته وكل الناس اللي موجوده، فلازم احافظ على الكيان دوت وما فيش حاجه تهزنا. والحمد لله الحمد لله اي لكل جواد كبوه، اي كبوه بتحصل النادي الاهلي بيقدر يقوم فيها، والنادي الاهلي كان كبير يعني. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خليني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن محمد حشيش. ازيك كابتن محمد؟ حبيبي اسلام، حضرتك ايه؟ الحمد لله كله الحمد لله. السيناريو اللي كلنا كنا يعني كنا نتمنى مش متفقين نتمنى ان هو يحصل حصل، اصبحت الامور مره اخرى في يد النادي الاهلي. الحمد لله طبعا، يعني مكسب ومكسب الحمد لله كبير كمان باداء كويس بغض النظر عن يعني مستوى الفريق. أنا عايز ارجع لك في النقطه دي تحديدا بس بعد ما تكمل كلامك، لانه يعني ايه بغض النظر؟ ما هو احنا كلنا بنقول هذا الكلام لانه تمام. لكن يعني ايه بغض النظر ان فريق القطن الكاميروني فريق ضعيف؟ فريق القطن بيلعب على ارضه، او يعني اقل فنيا انا اسف، بيلعب على ارضه متحفز، وزي ما قلنا كان عايز يعمل اي نتيجه يخرج بيها من البطوله يعني مع فريق كبير زي النادي الاهلي. كان ممكن برضو لو النادي الاهلي ادى المباراه بشكل مش تمام ممكن كانت النتيجه تبقى مختلفه، وارد دي كوره يعني. انما زي ما قلنا اللعيبه التركيز الكبير قوي في المباراه، وانسى خالص الطرفين التانيين سان داونز والهلال، فكرش خالص في المباراه اللي بعد كده اللي بعدها بيوم، انت ركز في ادائك، استعيد الثقه بتاعتك انت كمستواك كلعيب على مستوى طبعا اللعيبه وعلى مستوى الفريق ككل، يعني لعب طبعا جماعي. الحمد لله اداء رجولي من اللعيبه كلها ما بخلتش باي حاجه، احترموا كمان المنافس يعني برضو احترموا المنافس كويس قوي، عشان كده من البدايه يعني كانوا ضاغطين وعمل مباراه كويسه. وما تقدرش تقول بقى مين كويس ومين كل لعيبه الحقيقه كانت كويسه على قد المسؤوليه. نتيجة كويسة، ربنا زي ما قلنا بيكافئ دايما المجتهد. الحمد لله السيناريو في المباراة اللي هي تاني يوم طبعا يعني الحمد لله كان رجع النادي الأهلي، وبقت الكرة في رجلين لعيبة النادي الأهلي، وعندهم بقى المباراة طبعا الأخيرة مع الهلال على أرضنا هنا في مصر. إن شاء الله بإذن الله تبقى مباراة قوية والنادي الأهلي يعدي إن شاء الله للدور اللي بعده يعني. مرة أخرى أصبحت الكرة في ملعب النادي الأهلي في ظل مباراة تبدو أو مش تبدو، هي في الحقيقة مباراة صعبة جدا جدا جدا. الدافع موجود عند الفريقين يعني، المباراة قوية جدا جدا، النادي الأهلي خسران المباراة الأولانية، ويمكن دي كانت يعني عملت أزمة للنادي الأهلي خلال المباريات اللي بعد كده في دوري المجموعات. مباراة على أرضنا إن شاء الله بإذن الله تبقى يعني مباراة كويسة للنادي الأهلي، زي ما قلنا برضو نفس الحماس، بس في نقطة مهمة قوي مش عايزين برضو الحماس يزيد عن اللازم. أيوة إحنا عايزين مباراة كرة قدم يعني بالزبط. بعيدا عن أي شيء بالظبط، أنا عايز التلاتة بونت، عايز مكسب، عايز أداء كمان على فرقة الهلال. زي ما لخبطت لنا الدنيا في الاول في البدايه، لا احنا ان شاء الله هنختم بيها ان شاء الله مباراه قويه ومكسب ان شاء الله كويس. اللعيبه برضو زي ما بقول يبقى في تركيز كبير جدا جدا في الملعب، هي في الاخر مباراه كره قدم بين فرقتين، النادي الاهلي بيلعب على ارضه، ان شاء الله يبقى في وسط الجمهور الكبير اللي بتمنى يعني انا يعني بتمنى حته الجمهور ده بقى يبقى مال الملعب يا اسلام، يعني زي ما احنا يعني في البطولات الكبيره وفي الحاجات اللي بننظمها بنفتح الاستاد ويبقى في اعداد كبيره، لا ان النادي الاهلي ما يبقاش جمهوره كبير في الملعب هيفرق كتير جدا مع اللعيبه، وهيفرق كتير جدا مع النادي الاهلي في المباراه دي، لان المباراه دي فاصله لتكمله ان شاء الله المشوار، بتدي اللعيبه حماس كبير. الاعداد الذهني والنفسي لغاية المباراة اللي هي الجمعة اللي بعد الجاية، يعني الفترة دي كلها عندنا وقت كويس يبقى في إعداد نفسي كويس للمباراة دي، زي ما قلت هيبقى التركيز على ما بقاش فيه فرط حماس، لأن فرط الحماس بيخرجك عن شعورك، ما تنسقش ورا أي
استفزازات، اي كلام بيتقال طبعا قبل المباراه. انت كل همك في مكانك، وبعدين الفرقه انت لعبتها لسه من قريب، يعني شفتها ولعبت قدامها، والجهاز الفني شاف الفريق وشاف الافراد بتاعته، يحط الخطه المناسبه واللعيبه اللي تلائم والخطه اللي تلائم هذه المباراه، مع تركيز اللعيبه، مع اللعيبه الكبيره برضو زي ما قلنا المباراه اللي فاتت بتتكلم من دلوقتي، كل الناس تركز. مفيش طبعا مباريات خلال الفتره اللي جايه دي محليه، باستثناء طبعا المباراه اللي لسه احنا مش عارفينها في كاس الرابطه، انما هدفنا دلوقتي في المرحله دي هو مباراه الهلال للصعود لتكمله المشوار. بعد كده يبقى فيه ان شاء الله كلام تاني وفي ترتيبات تانية وضع تاني، لان بتخش المرحله اقصائيه فرايح جاي، فليها شغل تاني وضع تاني. يعني هو ايه الفرق يا كابتن؟ معلش برضو الناس محتاجه، او جمهور النادي الاهلي محتاج يعرف الفرق. غصب عن عين اللعيبه هو داخل دوري مجموعات بيبقى تحصيل نقاط، فبيبقى النهارده انت ما حصلش نصيب في الماتش، في بعض التخاذل من بعض اللعيبه، فقدت نقطه، بتبتدي عندي كذا، بيبقى لها حسابات، انما دي ما لهاش حسابات، دي مباراه رايح جاي. مفيش حاجه كمان مباراة الأولانية على أرضي أو التانية على أرضي، لا، المباراة على الأرض زي المباراة بره، فيها تركيز كبير جدا جدا، نتيجة وأداء، حرصك الشديد في المباراة دي إن أنت ما تدخلش فيك أهداف، لأن دوري المجموعات الأهداف ما بتبقاش، لها طريقة لعب مختلفة، بتبقاش أول أهداف لها حسابات زي المباراة اللي هي الإقصائية رايح جاي، فدي بتختلف طبعا عنها. وهو تركيز، هو منافس واحد قدامك، ما بتبقاش انت مشتت ما بين المباراه الاولانيه بالهلال وبعدين سان داونز عندي وبعدين القطن وبعدين القطن، يعني فيها شويه يعني تشتيت شويه في المباراه دي، مباراه قدام منافس واحد رايح جاي، فهو القصه دي يعني مختلفه شويه، مش عايزين نيجي ليها الا لما نعدي ان شاء الله باذن الله المباراه القادمه بتاعه الهلال. أنا أتمنى إن شاء الله بإذن الله يكون أداء ونتيجة كمان. يعني إحنا عايزين نعدي الدور اللي بعده، بس برضو الأداء مطلوب في المباراة دي على أرضك، تطمئن على فرقتك عشان اللي جاي إن شاء الله هيبقى أصعب. يعني دائما القدم بيكون أصعب، يعني من خلال تواجد الفرق الكبيرة جدا خلال الجزء الآخر من بطولة أفريقيا. كابتن، بما أننا بنتكلم عن البطولة الأفريقية، من وجهة نظرك كيف ترى البطولة الإفريقية ومستوى دوري أبطال إفريقيا حتى الآن؟ يعني أنا شايف إن في المجموعات، يعني طبعا شايف إن في فرق كويسة في البطولة، شايفين مثلا فرقة الترجي طبعا بتاريخه وببطولاته، في فرق كمان يعني ظهرت مفاجأة زي بلوزداد طبعا، لقابل نادي الزمالك، يكسب نادي الزمالك رايح جاي، طبعا يعني فريق له وزنه وله ثقله، في فرق كمان بتظهر يعني بعد دوري المجموعات، يعني في ناس بتبتدي بمستويات في دوري المجموعات وبعد كده بتبتدي المستويات تتحسن، لان زي ما قلنا انت بتبتدي تعمل بقى المصفى، بتشتغل بيطلع احسن اتنينات في المجموعه والمجموعه وكده، فبتقابل فرق يعني عندها تاريخ، فرق خلي بالك الفرق الثانيه برضو، يعني معظم الفرق دلوقتي عندها طموح كبير انها توصل زي النادي الاهلي اللي وصل اكتر من مره لنهائي البطوله وفاز بالبطوله وراح كاس عالم الانديه، وطبعا كل الناس بتبص او كل الفرق بتبص او كل لعيبه بتبص انها ليها طموح انها توصل كاس عالم الانديه وتعمل زي النادي الاهلي وتبقى توصل للعالميه من خلال حاجه زي كده، فالصعوبه هتبتدي طبعا من الادوار اللي بعد كده، الصعوبه الاقصى يعني الاقصى طبعا، لانه الحقيقه البطولات او المجموعات كلها فيها فرق قويه جدا، سواء وداد ورجا من المغرب طبعا، ترجي من تونس، شباب بلوزداد من الجزائر، سان داونز طبعا من جنوب افريقيا، دي اعتقد ان دي الفرق اللي تاكد صعودها للدور القادم. لسه بعض الفرق بقى عندنا يعني ما بين الاهلي والهلال في مجموعتنا، بقيه المجموعات لسه لم تنتهي. ناهيك بقى عن المفاجات اللي ممكن تحصل بقى، يطلع لك فريق كده برضو ماشي بالراحه ما تعملش حسابه خالص، الفرق دي مثلا بتكمل وبيزيد طموحها قوي لو عدت دور المجموعات، بتلاقي الفرق دي طبعا وصلت ممكن تكون تاني مره في حياتها توصل او تالت مره، فبتبقى عندها طموح وامل، وحته المباراه ومباراه على ارضها وعلى القسم
يعني ممكن تلاقي الطموحات زايده جدا جدا والناس بتتشبث بالامل انها توصل طبعا قبل النهائي والنهائي، وزي ما بقول لك توصل لكاس عالم للانديه، لان يعني النادي الاهلي دلوقتي الحمد لله بقى قاسم مشترك في كاس عالم للانديه خلال الفترات الكبيره جدا، وتاريخ النادي الاهلي وظهور النادي الاهلي بمظهر مشرف في افريقيا، واحنا شفنا في الماتش الاخير في الكاميرون لما النادي الاهلي راح كم الناس اللي مشتاقين ان هم يشوفوا النادي الاهلي من اول ما الطياره وصلت لارض المطار بيستقبلوا اللعيبه منافس، يعني احنا منافس للفرقه ورايحين نلعب مباراه معاهم وهم عايزين يعني مبسوطين وعايزين يتفرجوا على المباراه بغض النظر ان هم ما لهمش اي امل كان في المباراه، انما هم يعني مش مصدقين النادي الاهلي طبعا جاي عندهم وبيلعب المباراه، لعيبه كبيره وصلت للعالميه كانت بتلعب مع ريال مدريد ومع الاسماء الكبيره، فكل طبعا لعيبه افريقيا تطمح في حاجه زي كده لانها تعمل برضو تسويق لها، طبعا اكبر تسويق للفرق اللي زي دي هي صعودها للادوار النهائيه وصعودها للنهائي البطوله وانها تروح كاس العالم، كل ده تسويق للعيبه، فكل لعيب بيفكر، والحقيقه دلوقتي الفرق بقت بتدعم بلعيبه كتير ولعيبه كويسه زي الهلال مثلا عنده تدعيمات كتيره من دول مجاوره ابتدى يفكر وعنده طموح وعنده وزي بقول لك شباب بلوزداد شايف فرقه كويسه وعندهم برضو تدعيمات، كله دلوقتي بقى استثمارات كتيره وداخله في الموضوع، وعارفين كمان ان البطولات دي بقت يعني مكاسبها كتير، مكاسبها التسويقيه كمان كبير على مستوى طبعا مجالس الادارات والانديه عندهم طموحات كتيره جدا لانها كله بيتعلم اسلام من النادي الاهلي صحيح. وكله بيفكر زي النادي الاهلي بيعمل ايه، زي ما انت قلت من شويه مثلا النادي الاهلي بيخطط ازاي المباراه اللي فاتت لما كان في سان داونز وان الطياره وازاي ان انا اقعد يوم زياده عشان اريح اللعيبه وبعدين اطلع بالطياره الخاصه، كل ده ما كانش هيتحقق لو معكش طياره خاصه صحيح. كان ممكن بقى الاجهاد يبقى عامل ازاي، انت هترجع وتقعد يوم او تخيل انت العب ازاي تقريبا في القاهره وترجع على طول طيب هي المباراه يعني يبقى في بقى احنا بنتكلم على اجهاد وبنتكلم على جو صعب والكاميرا حوالي 7 ساعات من القاهره يعني ما بقتش افريقيا مش زي اوروبا ان انت خالص. ساعه ونص تبقى في بلد اوروبيه ثانيه كابتن معلش عشان برضو بما اننا بنتكلم عن هذه الامور وانا هنتقل مع حضرتك لموضوع كاس الرابطه لانه موضوع بالنسبه لي مهم ومحير في نفس الوقت هي اولا هي بطوله ليست اجباريه ولا اجباريه انا الحقيقه مش فاهم لانه الموجود هو سطر في لائحه اتحاد كره القدم صحيح. وبالتالي طب هل انا بشتغل على لائحه اتحاد كره القدم على لائحه الدوري العام قصدي ولا ايه اللائحه اللي احنا لغايه دلوقتي مش عارفين لان هي يعني انا جبت اللائحه بتاعت الاتحاد كوره ما فيش معرفش هل بعتوا بقى الانديه مثلا لائحه للرابطه ولا معرفش انا ما سمعتش لائحه للرابطه الحقيقه وهي طبعا كاس الرابطه يعني بطوله وليده لسه السنه اللي فاتت حاجه مستحدثه فكان لازم الناس تعرف عنها كتير، والبند مثلا لو كان في بند من البنود ان بيقول ان لو في لعيبه للمنتخب هل ده يعفي النادي ان هو او ياجل للنادي مبارياته لو هو مشترك مع المنتخب في مهمه قوميه بدون اللاعبين الدوليين الحقيقه بدون اللعيبه الدوليين يعني دي حاجه مهمه بس قوي. مش محددين عدد لازم يحدد برضه عدد وده اللي مستند عليه هو لان انا مش معقول هاجل لنادي عنده مثلا لعيب واحد بس ما هو مش ما فيش ما برضه يا كابتن ما تزعلش خلينا نتكلم تمام وانا دايما هاخد عكسك حتى هتقول المساواه يعني نعم هتقول المساواه يعني هقول لا المساواه في العدد المساواه في لعب المباريات انا تمام. عندي 14 لعيب 7 منتخب اول 3 منتخبات مختلفه المحترفين ثم 4 مع المنتخب الاولمبي تمام عندي ادي 14 وعندي 3 4 مصابين دخلنا في 20 لعيب طيب. طب انا هلعب ازاي نجيب حاجه باعضاء النادي بقى نشوف حد فيهم بيعرف لا يلعب لا والله بيقول لك يعني مثلا طب الناشئين طب انا ما هو انا عندي مجموعه موجوده في المنتخب وفي الاخر انا بلعب باسم النادي الاهلي وبسمعه النادي الاهلي طبعا هي لازم زي ما انت بتقول تحدد لها لائحه وتبقى فيها ليها ضوابط وفيها ظروف يعني لازم اي لائحه لازم تحط فيها كل الظروف اللي ممكن تبقى موجوده صحيح. يعني لازم صحيح. يبقى فيها موجوده ما نقعدش ايه نفكر حته بحته لو الفريق الفلاني عنده مثلا كذا لعيب طب نعمل ايه طب 2 زي 10 ولا يمشوا زي بعض لازم يبقى متحدد لها لان كمان خلي بالك ان في انديه متاخد منها لعيبه منتخب بس هي غير مشتركه في بطولات تانية افريقيه ولا اي حاجه صحيح فالناس يعني مريحه غير ان فرقه
دوري المجموعات ده قاسي جدا جدا بالنسبه لاي فريق لسه بنتكلم على الظروف اللي حصلت مع النادي الاهلي. الظروف اللي حصلت يعني، طب انت وعين خلي بالك ده انت عندك كمان مباراه متحمله من الموسم اللي فات زي الكاس، زي كاس مصر بتاع السنه اللي فاتت اللي برضو دخل في القصه. طب ما هم اجلوا كاس مصر الحالي لوقت تاني، يعني انت مفيش حاجه مرسومه صريحه واضحه، احنا بناخدها على حسب الظروف. النادي الاهلي كمل فيبقى كذا، لا مش عارف ايه اللي حصل، لا يعني. وبعدين يعني هو هنا بيقول ان في اتفاق ما بين النادي الاهلي والرابطه على ان المباريات الداخليه 3 ايام والخارجيه 4 ايام، عشان كده بيقول لك انت يعني بلعب. ما هو انا بلعب وكل حاجه، بس طب ما انا يعني فتره زي اللي جايه انا محتاج، في عندي ماتش مصيري ومباراه زي اللي جايه، ماتش مصيري مع فريق ان انا هكمل. انا ممثل مصر في بطوله الابطال اللي انا فيها دي، مفيش حد تاني دلوقتي دوري الابطال صحيح موجود. زي برضو القصه اللي هي قبل موضوع سان داونز اللي رحنا لعبنا الماتش المقاولين اللي كان في السكه كده في النص، المشكله يا جماعه ان كان الفرقه تريح اسبوع ما انت بتاجل، يعني انت بتاجل عموما زي ماتشات كاس مصر ما انت مأجلها. طب انت ليه ما تاجلش في مهمه قوميه؟ الناس في بعض الناس طبعا الجانب الثاني هيقول لك لا انت بتلعب باسم النادي الاهلي ما بتلعبش باسم مصر، لا انا بلعب باسم مصر. مفيش مشكله، خلينا في نفسنا. انا بلعب باسم مصر، يا ارضيت ما رضيتش انا بلعب باسم طبعًا مصر. طبعا بلعب باسم مصر، ولما بروح كاس عالم للانديه بلعب باسم مصر. طبعا طبعا، وكل الانديه فيوتشر بيلعب باسم مصر، وبيراميدز بيلعب يعني 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 فلازم يبقى في مراعاه طالما انت تقدر ان انت يعني تاجل حاجه شويه. وبعدين ايه المشكله لو اخرت شويه برضه؟ يعني نهيت البطولة المحلية متأخر شوية ويقالها علاج السنة اللي بعدها، ما احنا قلنا الكلام ده من فترة كبيرة ان لازم يتغير النظام عشان نرجع الحال لثلاث سنين او اربع سنين قبل كده بالنسبة لعدد الفرق المشاركة. يعني في حاجات كتيرة بس الناس تفكر، لان هو مش اصرار على حاجة معينة، ده بيرجع على الاندية وبالتالي وبعدين ترجع تقول اصل الكرة المصرية واصل في تعثر. التعثر مش من الاندية، يعني ده كفايه ان النادي الاهلي هو اللي مشرف مصر في المحافل الدوليه ومشرف مصر في بطولات افريقيا وماشي الحمد لله بخطى ثابته خلال السنين اللي فاتت. انما الخلل ممكن يكون من حد تاني، من الناس اللي ايوه طبعا يعني الناس اللي بتدير. هي الكره المصريه بتمر بظروف صعبه ليه؟ لان انت بتلعب كل يومين ثلاثه ماتش، فبالتالي الانديه اللي عليها العين اهلي زمالك فيوتشر بيراميدز هم دول الانديه اللي عليهم العين بيلعبوا في البطوله الافريقيه، وفي نفس الوقت عليهم العين بتلاقي مستوى لعيبتهم اقل الحقيقه، لانه او من كتر الاجهاد طبعاً ذهني وعصبي ونفسي وبدني بيفرق جدا. وفي نفس الوقت انت برضو ما عندكش الصفوف الثانيه والثالثه كمنتخبات ان انت كنت تقدر تعمل مستويات كويسه، لان برضو في خلل زي ما قلنا قبل كده في منظومه الناشئين كلها في مصر، عشان كده وصلت منتخباتنا بتوع واحد ورا الثاني، ربنا يستر على اللي جاي. وده مليون في المية بينعكس على المنتخب الكبير سواء دلوقتي أو بعد كده، لأن المنتخب الكبير زي ما قلنا المجموعة دي مش هتفضل تلعب 10 سنين ولا 5 سنين، لأن في ناس عناصر كتيرة جدا جدا ممكن تبقى آخر بطولة بالنسبة لها كده، وابتدي لازم الصف الثاني اللي هو مين بقى؟ الأولمبي، المنتخب الأولمبي اللي هو المفروض الركيزة الأساسية لمنتخب مصر. المنتخب اللي خرج وكان شكله وحش ده، ما هو ده أمل الكرة المصرية، فأنت أجيال كلها ورا بعدها وما بتحاولش تعمل ستوب وتبدا بقى من تحت خالص، انت برضو مصر انك ايه تلصم وخش منافسه وخش بطوله. ابدا اعمل ستوب كده 3 4 5 سنين على مستوى المنتخبات عشان تطلع ناس تكمل معاك 10 سنين. يعني منتخب الصغيرين دول بتوع 2006 و2003 يعني دول اللي هيكملوا معاك بعد كده، هتبقى مرتاح وعندك صف كبير من اللعيبه ينفعك بعد كده، انما انت ما بتعملش الكلام ده. احنا بنلصم ونخرج مفيش حساب واللي بعده. طب وبعدين؟ فسيبوا بقى الانديه الكويسه اللي عندها منظومه بتشتغل ومنظومه اداريه ناجحه وفنيه ناجحه وبتاخد بالاساليب العلميه في وسط المناخ اللي احنا فيه اللي هو فيه معوقات من الناس اللي بتدير كمان حتى المنظومه، ومع ذلك احنا بنحاول ندير او مجلس اداره النادي الاهلي بيدير فريق النادي الاهلي وفريق الكره في النادي الاهلي او النادي الاهلي بطريقه يعني بنحاول نتماشى مع المعوقات اللي بتحصل، والحمد لله ربنا يعني كرمنا والنيه كويسه والدنيا ماشيه وماشيين في اتجاهنا. ف
فلازم يبقى في مساعده من الناس المسؤوله عن الكوره في مصر في حاجات كتيره. اسلام دي عايزه يعني عايز حلقات وحلقات. عايز حلقات وحلقات طبعا. طيب كابتن حشيش، بما اننا بنتكلم عن كره القدم المصريه والمنتخبات، عندنا المنتخب الاول عنده مباريات مهمه مع ملاوي، وايضا المنتخب الاولمبي عنده مباراتين مهمين مع منتخب زامبيا، وبالتالي اولا ايه رايك في اختيارات روي فيتوري؟ طبعا هو عمل حاجه الماتش اللي فات طبعا اللي هو كان مع السودان. روي فيتوريا الاول الاول المنتخب الكبير. الاختيارات طبعا اختيارات كويسه. هو طبعا يعني دلوقتي عرف اللعيبه من خلال طبعا يعني مشاهدته لمباريات البطوله المحليه وبطولات طبعا افريقيا و و و انا شايف ان اختيارات كويسه، بس الاهم لان هو طبعا حتى لو في لعيب منه سقط ولا حاجه، المجموعه دي المهمه هي هتعمل ايه، المهم احنا نشوف اداء عامل ازاي. احنا برضو بنطمح لمنتخب مصر اسلام ان هو يبقى يعني مكسب واداء، لان انت ما زي بقول لك مشكلتنا ان احنا بس طب نعدي اداء فقط نعدي المباراه اللي جايه دي بتاعت مش عارف ايه نعدي مش لا انا عايز يبقى عندي فريق اذا كان في يوم من الايام عندي فريق زي 2006 و2008 و2010 انت نازل اي بطوله انت فرحان انك بتتفرج على منتخب مصر بالاداء واللعيبه. وعلى فكره برضو للناس المتشككه في وطنيه النادي الاهلي، اتفرج على جميع المسابقات او البطولات اللي دخلنا فيها واحرزنا فيها البطوله، قوام الفرقه ازيد من 70-80% اساسيين من لعيبه النادي الاهلي. لو 6 و8 و10 لو هنعدهم في الملعب عاملين ازاي. كاس عالم كان فيه كام لعيب من النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي خصم مشترك في البطولات اللي احرزتها مصر، فمفيش تشكيك في الحته دي اللي يتكلم فيها. ان طول ما النادي الاهلي المقوله اللي بتقول دايما طول ما النادي الاهلي كويس واقف على رجليه المنتخب الوطني واقف على رجليه وماشي كويس. فانت كيان ناجح زي كيان النادي الاهلي بادارته الكبيره ما تحاولش بقى تعمل اعاقه كفايه الاعاقات اللي احنا بنشوفها من الخارج يعني. صحيح. طيب ده بالنسبه للمنتخب الاول. بالنسبه للمنتخب الاولمبي ومباراه وديه امبارح مع منتخب جنوب السودان، ويعني الحمد لله الاداء جيد. هو الاداء جيد بس طبعا النتيجه مش كويسه. خلي بالك بدون لاعبين كتير. بس هو يعني لو تلاحظ انه عمل حاجه برضو كانت غريبه جدا، نزل الشوط الثاني نزل 11 لاعب. 11 تانيين يعني دي كانت غريبه. يمكن هو عايز يشوف كله. اكبر كم من اللعيبه، ويمكن ما اعرفش هل دي اثرت على النتيجه، لان طبعا تواضع فرقه السودان يعني كان المفروض يبقى في احراز اهداف اكتر من كده. لازال برضو في اخطاء دفاعيه موجوده كتيره جدا جدا. المفروض بقى ان هو يصلح الاخطاء دي ويعالج الحاجات دي. امتى ده؟ الماتش بعد بكره ما يعني يوم 22. ما هو غريبه ان يبقى اخر ماتش اللي انت بتلعبه قبل المباراه ويبقى في كم الاخطاء. ومش هنقول بقى ايه اصل الفرقه تانية نزلت الشوط الثاني ممكن يكون مش الاساسيين، لا هي حتى من البدايه في الشوط الاولاني كان في اخطاء. اولا في اخطاء في الناحيه الدفاعيه، وفي نفس الوقت برضو استغلال الفرص اللي برضو آفه موجوده في الكره المصريه، استغلال الفرص في التهديف برضو. عدم استغلالها يعني عدم استغلال الفرص في التهديف دي. الاخطاء دي يعني ما لازم تتعالج وتعالج بسرعه جدا جدا. هل هتلحق تعالج ولا مش هتلحق تعالج، ولا هنبدا تاني لا قدر الله من اول السطر بمجموعه جديده بجهاز جديد بقصه جديده، ويبقى كل همنا احنا خلال السنين اللي فاتت ان احنا ده ما فيش حد استمر اسلام في المنتخبات، بيجي يقعد شويه تحصل كذا حاجه يمشي ويجي اللي بعده كذا يعني مش بس عايزين. بس الشكل العام لروي فيتوريا مثلا انه ماشي بشكل جيد حتى في الاوقات اللي ما بيبقاش ليه شغل فيها، لا بيتكلم عن رئيس مع رئيس لجنه، هو يجيب رئيس لجنه حكام، دي حقيقة. هو يجيب يعمل كذا ويروح يتابع المنتخب الاولمبي بيتحرك. مجتهد صراحه انا عاجبني جدا. هو مجتهد جدا طبعا. وبعدين خلي بالك يعني لو واحد مكانه تاني ما كانش خد كهربا. صحيح. خلي بالك. صحيح. انا بقولها بمنتهى الصراحه اهو. صحيح. ممكن يعمل لها 100 حساب لكن ده ما عملش، الراجل تالق فخده. بالظبط. فدليل ان هو بيبص ما بيعملش حسابات لاي حاجه، هو اللي كويس في الملعب وشايفه كويس يستاهل بيضمه. اتمنى بس ده ينعكس على الملعب بقى، ينعكس على الاداء، يظهر بشكل جيد. انا متاكد ان ده هيرجع على الطريقه وعلى النتيجه، لان برضو انت رحت قابل فرقه برضو لها تاريخ واسم يعني كل المباريات الافريقيه يا كابتن وحضرتك ما بقاش زي زمان بقى فرق تصنيف اصله مش عارف ثالث، اصل دي فرقه ملهاش تاريخ. التصنيفات بتفرق برضو يا كابتن. انا معاك بس حتى التصنيف القليل
ما انت شفت انت الفترات اللي فاتت التصفيات احنا كنا بنعاني ازاي. صحيح. من الفرق الصغيره. ده احنا مشكلتنا كانت مع الفرق الصغيره. هل ده ما كانش عاملين للفرق دي اعتبار فكان كل اللخبطه بتجينا من الفرق الصغيره. فلازم تهتم بالصغير قبل الكبير لان الصغير لو ما اديتوش وعملت بيه نتيجه مش هتوصل للكبير يعني. صحيح. وبالتالي يعني من وجهه نظرك المنتخب الاول مع روي فيتوريا استطيع تخطي عقبه ملاوي؟ ان شاء الله ان شاء الله انا يعني بتمنى ذلك وعشان بقى يبقى في دفعه لان الفتره اللي فاتت الحقيقه كان في يعني انكسارات كتيره في الكره المصريه. احنا عايزين بقى حاجه تبتدي تفرح الناس شويه المنتخب الكبير اللي هو امل طبعا. صحيح. المصريين وطالبين منه وطمحين ونأمل منه حاجات كتيرة قوي وصلنا بقى زي الفرق اللي كانت صغيرة بعيدة عن كاس العالم انها تبتدي بقى يعني مصر تخش كاس العالم تبقى قاسم مشترك في كاس العالم وما تخشش كده برضو تأديد واجب. عايزين فرقة هتروح تلعب في كاس العالم 11 فرقة اعتقد صح ولا اعتقد التقسيمة الجديدة كده التقسيمة الجديدة فانت هيبقى عدد كبير جدا مش ممكن يعني ما تروحش. يعني احنا كل مرة بنقول فاكر لما كانت واحد اثنين ثلاثة وبعدين خمسة يعني انت فاهم. وبعدين احنا برضو نفسنا بقى يعني نروح ونعدي نعدي خطوة. صحيح. زي الفرق زي نيجيريا وزي الكاميرون وزي الفرق اللي هي وصلت لأدوار بعد كده. يعني احنا مش أقل احنا المفروض ان احنا أسياد إفريقيا ومؤسسين للاتحاد الإفريقي وأكتر منتخب في القارة واخد البطولات بطولة إفريقيا أمم إفريقيا. فلازم مصر بقى يعني وموجود عندنا دلوقتي صلاح وعندنا النني وعندنا وإن شاء الله طبعا يزيدوا المحترفين فبقى الاسم مسمع جامد يعني. صحيح. فان شاء الله باذن الله يعني يبقى خير وتبقى بدايه فتره جديده كويسه للمنتخب بيفرح الناس اداء ونتيجه ان شاء الله. طيب اخيرا يا كابتن حشيش من وجهه نظرك كيف يمكن لكره القدم المصريه لان انا بس ما اعرفش هل الكلام ده برضو من وجهه نظرك قبل بس ما اقفل هل الكلام ده صحيح ولا مش صحيح يعني الناس تقول لك ايه انه مستوى كره القدم المصريه حتى روي فيتوريا في المؤتمر الصحفي سئل عن هذا الامر قال له ان مستوى الكره المصريه سواء اهلي هم قالوا كده السؤال اهلي وزمالك وفيوتشر وبيراميدز اللي هم الانديه اللي بتلعب في افريقيا مش ماشيين بشكل جيد فهتعمل ايه؟ هرجع اقول مره واثنين وثلاثه لازم يبقى في ناس موجوده بتخطط للكره المصريه ما بتخططش لبعد بكره. لازم تخطط لقدام شويه ولازم القاعده يا جماعه قاعده الناشئين عايزين حلقات وحلقات. وانا موجود في المنظومه وموجود ومسؤول عن القطاعات دي غلبنا كلام العناصر الاساسيه اللي تطلع لعيبه كوره كويسه مش موجوده. العناصر الاساسيه يا اسلام عنصر زي عنصر الملاعب مفيش ملاعب بتلاقي مثلا حوالي 15 فريق بيلعبوا على ملعب واحد. انا بروح اتفرج على ابني يا كابتن مش معقوله يعني حاجه ناشئين تحت كام سنه مش عايز اقول لك الناس بتتمرمط ازاي عشان تتفرج على اللعيب الصغير بيخاف يعمل تاكلينج لحسن هيطلع مجلوط ويقعد في السرير معرفش قد ايه. الولد حتى الصغير ثقته بنفسه في الكوره اما يلعب الكوره ابسط حاجه اسلام كانوا بيعلمونا زمان ايه واما تجي لك الكوره ما تبقاش باصص كده في الارض بص قدامك وبصيها كده. انا ما اعرفش اعمل دي على الارض دي لان صحيح. الارض عامله كده لازم ابص على الكوره واضمنها اعملها كده. في الولد الصغير خلاص حته انه يبقى كاشف الملعب دي مش موجوده. انا بقول لك على حاجه بسيطه يعني حاجه بسيطه جدا ودي حقيقه يا كابتن انت فاهم ازاي بيلعب على تراب اما يباصي باصه غلط ويلاقي مدرب ما عندوش فكره بره يقول له انت لعيبه كذا وكذا وكذا. اللعيبه ما بتطلعش شخصيات شخصية لعيب كورة. احنا بنشوف دلوقتي اللعيبة بره عاملين ازاي. اهم من الكورة واهم من المهارات هي شخصية اللعيب اللي بيستحمل الضغط وبيتحمل المنافسة وبيلعب في ارض المنافس في وسط جمهور كبير. انت ما فيش الكلام ده كله تايه عنك لا في جمهور ولا في ملعب عدل ومنظومة التحكيم زي ما انت عارف عاملة ازاي. ده انت بص بتتكلم على الكبير انت ما دخلتش بقى في الصغيرين بتوع البراعم والناشئين والكلام ده. فانت لازم وقفة كبيرة جدا وقفة ومشروع تتبناه الدولة كاملة ويبقى في تنسيق في حاجات كتيرة جدا جدا عشان اللعيب يقدر يكمل. استثمار في الناس اللي بتشتري فرق بيبقوا بعيدين كل البعد
عن كرة القدم ويروح يشتري فرقتين من نادي ويدفع له كذا عشان يجيب لعيبة ياخد منهم فلوس ويدخلهم قطاع الناشئين يبتدوا الماتشات الناشئين. بص موال كبير جدا، بس ما حدش بيسمع. احنا عندنا احصائيات وعندنا ارقام وعندنا عدد ملاعب وعندنا عدد حكام وعندنا حاجات كتيره وتفاصيل كتيره، بس عايزين حد يسمع بس. ان شاء الله قريبا جدا يا كابتن لو تسمح لي نقدر نعمل ونفتح هذا الامر حتى لو على حلقات متعدده. يا ريت. ممكن من بعد رمضان. بص كل سنه وانت طيب. بالاسماء وبالاحصائيات وبالارقام وبالاعداد من بعد رمضان حتى لو ربع ساعه يوميا. تمام. نطلع نتكلم في هذا الامر لانه امر مهم جدا جدا جدا، لان في الاخر انا بعمل قاعده نقدر نستفيد منها كنادي اهلي ومصر كلها تستفيد منها. هقول كلمه اخيره بس. فضل. بره اللعيب 17 18 سنه بيلعب خلاص فرقه كبيره. صحيح. انت هنا بيقعد لغايه 21 سنه وممكن يفضل في النادي بتاعه 21 سنه وما اتخدش فيها الكبير، يروح بقى اي حته يخبط يعمل، يعني ما ينفعش يا جماعه. ما هو اللعيب حتى كمان انت عشان تعرف اللعيب ده طريقه مكمل ولا الراجل ده هيبطل. في لعيبه كتيره جدا جدا بتقعد مثلا 10 سنين من البراعم لغايه مستوى الناشئين وبعد كده تلاقيها مشيت راحت حته تانية او بطلت كوره لان مفيش اهتمام، ما وصلش للمرحله اللي تاهله. طالما انا لعيب وخدت قراري ان انا هبقى لعيب كوره، لان انا لما باخد قرار ان انا هكمل في الكوره بتاثر على كمان الناحيه الثانيه التعليميه بالنسبه لي. صح. فلما بطل كوره وانا ما لعبتش درجه اولى. انا اتكلمت كلام مهم جدا فيما يخص عدد الملاعب، فيما يخص الحكام، فيما يخص البراعم، فيما يخص بما انكم كمنطقه القاهره عندكم تفاصيل لهذه الامور، اعتقد هتبقى الامور دي واضحه جدا قدام الناس. انت ما تتكلمش بالورق لو والأرقام. جبت يا اسلام اكبر شخص بيدير مسابقات في العالم عشان يجي يدير مسابقات القاهره 110 نادي ومركز شباب بالفرق دي كلها، لان خلي بالك الانديه بيدخل في كل في كله يعني مثلا سواء عنده لعيبه كويسه او ما عندوش هو بيدخل في كله خلاص. ففي حاجات كتيره بقى ان شاء الله في مرات جايه. ان شاء الله يعني. انا بشكرك جدا يا كابتن حشيش على وجودك معانا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن محمد حشيش. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل الاساتذه الاستاذ محمود صبري والاستاذ جمال الزهيري في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره الاساتذه الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ ازيك يا كابتن؟ الله يخليك يا حبيبي. استاذ محمود صبري، ازيك يا استاذ محمود؟ منور الدنيا. استاذ جمال بعنا المره اللي فاتت. لا قلت له جيت مع الحكيم مره ثانيه. انا اللي بعت. تنوروا وتشرفوا اي مكان يعني. استاذ جمال خليني ابدا مع حضرتك، والاول اعرف تعليقك على مباراه القطن و ثم عودة الروح مرة تانية أو عودة الكرة في ملعب النادي الأهلي مرة أخرى. تمام. بعد ما كانت في يد هو دلوقتي يعني الحمد لله أن الكرة أصبحت ما بين أقدام لاعبي النادي الأهلي. بعد ما قعدنا فترة الكرة مش في ملعبنا يعني. صحيح. فنقول دلوقتي للاعيبة النادي الأهلي أن حتى المخاوف اللي كنا خايفينها من مباراة سان داونز والهلال على الأقل عمليا لم تتحقق يعني. أوكي. وبالتالي أصبح كلمة الحسم في أقدام لاعبي النادي الأهلي. نعم. وأنا على ثقة بإذن الله أنه هم حينتهزوا هذه الفرصة ويحققوا الهدف من هذه المباراة وهو التأهل إلى الدور القادم. وبكده يسدلوا الستار على مرحلة لن يتم اسدال الستار على ايه؟ على المرحله اللي هي الماتش يعني تقصد؟ لا المزيد. انا بقول هيسدلوا الستار على مرحله من القلق الشك من القلق والتوتر اللي كل الناس والجماهير كانت عايشه فيه خلال الفتره اللي فاتت. واعتقد انه لعيبه النادي الاهلي برضو عندهم القدره باذن الله ان هم يحققوا هذا الامر. يمكن مباراه القطن كان رغم سهولتها النسبيه يعني رغم ده يعني قله القله الفنيه نعم رغم القله الفنيه لفريق القطن لكن انا بتكلم حتى ان انت حتى وانت بتلعب مع مبسوط. اضعف فرق المجموعه ما تضمنش اي حاجه. صحيح. ممكن يحصل. انت عملت مباراه جيده يا استاذ. عملت مباراه جيده وحققت نتيجه برضو الى حد كبير هي المطلوبه مرضية. بشكل كويس واستعدت الثقه و ظهر معاك تاني مجددا محمود كهربا
بشكل اكثر من رائع. بيرسي تاو برضو بيواصل بيستمر. فدي مكاسب اعتقد ان هي هتبقى يعني هتدينا مؤشرات الفتره. استاذ محمود اخد رايك برضو في هذا الامر. بص يا كابتن، اللي حصل ده تقدر تسميه الناس كلها بتقول نيات طيبه وبتقول حقيقي، بتقول دي مكافاه من ربنا سبحانه وتعالى. طبعا ده كله ده شيء يعني جميل جدا، يعني حدش كان يتوقع، لانك انت اكبرت ملايين المصريين يتابعوا مباراه الهلال وصن داونز. صحيح. لو شفت منظر القهاوي والكافيهات، الناس واقفه على رجليها في الشارع منتظره الماتش لغايه ما ينتهي. كلنا طبعا كان شيء مهم جدا. لم يعد في الامر يحتاج كلام، وعاوز اقول حاجه لجمهور النادي الاهلي وكل محب عشاق النادي الاهلي في هذه اللحظات، دعكم من كل ما يقال على السوشيال ميديا ولا تنظروا لي ولا تدعوا. المباراه داخل مستطيل الاخضر 11 لاعب، هناك من يحاول. برافو عليك يا استاذ محمد. وعاوز اقول حاجه يا جماعه بامانه شديده والله، احنا بنعيش فترات من منتهى الخطوره في علاقتنا كشعوب مع بعض. يعني عاوز اقول ايه، مش هنخلي مباريات كره القدم اللي هي اصلا للمتعه والاثاره والتنافس الشريف تتحول الى مقتله، الى تشويه، ونقع في براسن خلافات حصلت لفترات كبيره، والخاسر احنا في النهايه، لان علاقتنا مع السودان الشقيقه ما يربطنا بالسودان يربطنا روح ودم واخوه وكل الكلام. خلي بالك وسيظل، وسيظل وسيبقى رغم كل اللي بيحاولوا يوقعوا. وعاوز اقول لك على حاجه، هناك مش عاوز اقول ايادي وعناصر اخرى رغبتها انها تهز المساله دي، انها تزلزل الكلام ده. يا جماعه ده ماتش كوره، اللي حصل في السودان انا استنفر بيه قدرات لاعبتي ان هم يوروني انه يكسبوا 3-4 في الملعب ويلعبوا كوره، بس تركيزوا في الكوره، ان انا ابان الروح الحقيقيه للاهلي لابد ان تظهر، ويظهر رد حقيقي على كل من حاول ان ينال من هذا الكيان الكبير غصب عن انف اي احد اراد ان ينال منه، لن يستطيع ان ينال منه الا ان على لاعب الاهلي ان يرد على كل هذا الكلام اللي قيل، التاريخ والكلام بامانه شديده اللي كان مؤسف، ما كنتش اتمنى انه يصدر، لانه لا داعي، لانه مباراه في كره القدم. المباراه الجايه مباراه رجال يا كابتن اسلام. صحيح. مباراه 11 لاعب عليهم برهون ان الاهلي بالفعل هو الزعيم القاري الافريقي الحقيقي بالملعب، بالنتائج، بالارقام، بالبطولات، بالكؤوس، مش بالكلام على السوشيال ميديا. هناك يجب ان يكون هناك فارق وتفريق، او يعني فارق في الكلام. اللغه اللي بيتكلم بها الاستاذ محمود هي لغه العقل والمنطق، ومقبوله جدا جدا جدا. انا عمري ولسه انا كنت بتكلم في الانترو يا استاذ جمال يا استاذ محمود على هذا الامر، انه انا مش هطلع بره الملعب. لا يا كابتن، ولن اتكلم في اي لازم شيء. وانت راجل، انت راجل عندك خبرات، والاستاذ جمال لازم تتوقع سيلجا الاشقاء جانب منهم الى اثاره وبس اخبار واشاعات، وعلى عاوز اقول ايه منظومه الاعلام في النادي الاهلي ان تكون يقظه جدا في هذه المرحله من هذه التوقيتات، لانه ستبث وتفبرك اخبار على السنه الجهاز الفني ومجلس اداره النادي الاهلي وكل منتسبي الاهلي، بمشاركه للاسف هناك من يشارك من الداخل بهدف انه يريد ان يوقف الاهلي، ان يريد ان يعطل النادي الاهلي باعتقاده من مسانده نادي الهلال السوداني. انا بقول يا جماعه لو انت عاوز توقف الاهلي ما توقفوش بالطريقه دي في الملعب، وقفوا في الملعب بامانه شديده يا كابتن. لابد يكون طبعا اكيد انا عارف مجلس اداره النادي الاهلي صاحب يعني خبرات كبيره جدا، يتعامل مع زي المواقف كبيره جدا، كان ليه موقف 2019 2020 مع المباراه الشهيره وما رضاش يقدم شكاوي، ما حدث في المباراه الاخيره كان نتيجه تصرفات غير مرضيه على الاطلاق، ما حدث منتهى الامر. والكاف عايز اقول لك حاجه، الكاف خد قرارات، ويعني احنا مشينا تبع القانون، يعني احنا بنحترم القانون. فعاوز اقول يا جماعه علاقتنا مع الاشقاء في السودان اكبر من مباراه كره القدم، اكبر من الكلام من التصرفات الصبيانيه اللي بيحاول البعض يجرنا ليها. احنا اذكى من كده، احنا هدفنا هو التاهل والحفاظ على استمرارنا وجودنا. برافو عليك يا استاذ محمود. وكيفيه التاهل؟ التاهل دائما يكون من خلال المباراه، من الملعب يا كابتن، انت تلعب المباراه مالكش دعوه. يعني اعتقد انه كل التركيز دلوقتي على ال 90 دقيقه بتوع الماتش، بس كده. حتى الجمهور يا خارج استاذ جمال المسج او الرساله اللي بيبعتها الاستاذ محمود وحضرتك من خلال البيت الكبير بيتنا اللي هو النادي الاهلي، انه الرساله بتقول ان انت حضرتك كمشجع كل الاحترام وكل انت فوق دماغنا، لان انت الاساس في كل شيء، وانت السند وانت الدعم. كل اللي احنا عايزينه السند والدعم لفريقك طبعا فقط. وعلى فكره ما حدث من بعض الجماهير
المشجعه للهلال ده وارد جدا حتى في الماتشات المحليه. يجب ان يكون يعني هناك فارق في التفكير ما بين الجماهير والمسؤولين والشعب. احترام والشعب لانه يعني حتى في الاخر يعني. لانه في الاخر المسؤول حضرتك مسؤول امام الناس بما انك بتتكلم طبعًا مسؤول طبعًا بالكلمه وبالقلم اللي انت بتكتب بيه. استاذ محمود نفس الكلام بالزبط. وبالتالي الامور دي بتبقى امور صعبه جدا بالزبط. جدا جدا واحنا هنستقبلهم احلى استقبال. لا ده طبعا ده ما فيش كالمعتاد. ما هو اللي انا عايز اقوله طبعًا. ان احنا دائما كالمعتاد بنستقبل ضيوفنا واخواتنا على اعلى مستوى. ده مش السودان لا ده كل الناس الحمد بالزبط. لله والشكر لله وخصوصا السودان يعني الحمد لله. بصفه خاصه كده احنا لنا علاقات طبعًا. ومشاعر لا لا السودان تجاه اشقائنا السودانيين طبعا لكن انا بقول انه الحمد لله والشكر لله دائما سمعه النادي الاهلي وسمعه كره كل الناس في كره القدم المصريه الاهلي زمالك فيوتشر اسمها بيراميدز كل الناس اللي بتلعب في البطولات الافريقيه الحمد لله والشكر لله ادخلوا مصر ان شاء الله امنين بعيدا عن اي شيء. وعلى فكره احنا كل ما كان تركيزنا على الملعب وكل ما كانت اعصابنا قاعده كل ما ده يقربك من تحقيق الهدف اللي انت عايزه. هم انا عايز يعني العب في الملعب فقط، انا عايز العب بال11 اللي بيلعبوا. اركز اركز بال11 اللي بيلعبوا. انا عاوز اعمل حاجه واحده بس اقول حاجه واحده بس برضه على منظومه الاعلام في النادي الاهلي تكون حذره جدا في متابعه كل ما يصدر للرد عليه وقت الفتنه مبكرا لمحاولات البعض اللي يحاول يسيء اللي يحاول يشوه العلاقه ما بين يعني شعبين كبيرين عظيمين علاقتهم مهما يكن ستستمر الى ابد الحياه حتى قيام الساعه. صحيح. اللي انا عايز اقوله انت ممكن تحفز لعيبتك انك تجيب الحاجات اللي اتقالت عنك وتحطها في اوضه اللبس تسخن لعيب تفضلوا قادر ردوا بقى على الملعب. انا عاوز رد في الملعب مش عاوز رد في المدرجات، انا مش عاوز اسخن الدنيا على كلام فاضي واعمل فيديوهات وهنعمل ويسوي. عاوز اعمل حاجه مش عاوز ان انا اعمل. وهو لا خليك ذكي لكن انا عاوز اقول يا جماعه المباراه دي والشحنه السلبيه اللي احنا شفناها وتجاوزنا كل المراحل دي وسيبكم من التصريحات والكلام لانه اي مسؤول اي حد عاوز يكبر دايما بيحتك بالنادي الاهلي. صحيح. يعني ايه يتحاول يتحرش من الاهلي يحاول يسيء ليه لانه اصلا محدش يعرفه. يعني هو قبل كده يا جماعه المباراه اقيمت بدون جمهور، مباراه القطن بدون جمهور ما سمعنا الصوت، مباراه سان داونز بدون جمهور ما سمعنا الصوت، مباراه مش عارف بدون جمهوره ما سمعنا الصوت. يعني عاوز اقول لك ايه، لكن لما تيجي مباراه الاهلي نطلع بقى نقول بقى ومدلل الكاف ومش عارف مين. لا لا وتتفتح الابواب يا كابتن. بص يا استاذ محمد ما سوري كابتن اسلام ما برضه ما يصحش انا في بلدي وفي بيتي اسمع الطرف المنافس ليا بيقول رايه عني وبيتكلم عنه حدش بيدافع عنه. لا وحد قال لك ما تتكلمش. انا بكلمك بيقولوا انا بكلمك ما هو حتى عفوا يعني حتى ما انا ما هو يا استاذ لو المنافس ما ينفعش قال رأي مش عاجبني انا مش هرد عليه غير في الملعب برضه. انا ده وجهه نظري بصراحه وانا دايما ردي يكون في الملعب. أيوة. بعيدا عن اي حاجه تانية. هي الهدف الاسمى ايه دلوقتي؟ هل ان احنا نرد على بعض ولا ان احنا نصل الى الدور اللي بعد كده ان انت تتأهل؟ بس كده هو ده الرد الاوقع والاقوى. صحيح. على كل ما يثار سواء هذه الايام او في الايام السابقه. صحيح. امتى الفرحه هتبقى موجوده يا استاذ محمود؟ لا ما الفرحه ان شاء الله تبقى موجوده في حاله الصعود. في حاله الصعود طبعا. وعاوز اقول لحضرتك حاجه يعني. اكبر رد على كل هذه المحاولات التي تشويه الاهلي بصوره باخرى والله لن يفلح ولن يصدقوا. صحيح. سبحان الله ربنا ليه حكمه. يحكم في اللي بيحصل للواعي والفاهم واللي شايف. شوف انت عملت ايه وشوهت وقلت يعني الاهلي سبحان الله جيت في ملعبي. جيت فين؟ جيت في القاهره. ماشي قعدت بقى هتقول لي في القاهره وهنصعد من القاهره تعال العب مباراه بلاش تتكلم كتير. عاوز اقول لك على حاجه وخليها ماتش كوره في اطار انه فرقتين كبار في افريقيا وهيتنافسوا مع بعض. برافو عليك. انا عاوز اقول انه لعيبه الاهلي لابد انا بطالب الكابتن سعد عبد الحفيظ يراجع شرايط يراجع يجيب الذكريات ماتش مانويل جوزيه اللي اتغلبنا فيه 3-0 هناك. لا بس خلي بالك انا ماتش مانويل جوزيه ده احنا كنا صاعدين. ما انا بقول لك صاعدين انا واخد بالي انا بتكلم خلي بالك كلنا كنا صاعدين. هم دلوقتي ايه يطلع التصريحات يقول لك انه الهلال عقده الاهلي. ماشي كلام جميل جدا خلي العقده في الملعب بس اديني مبرر للكلام ده. لعيبه الاهلي بامانه شديده ما قدمه مجلس اداره الاهلي وما قدمته اداره الاهلي والجمهور اللي هو غاضب بعد ما حدث في سان داونز اعتقد الحكمه والقرار من الاداره كانت واضحه وصريحه لم تنفعل في حاله غضب من جوه لكن عاوز اقول في حكمه في هدوء. بصوا على الجمهور
لابد من مصالحة جمهور الأهلي لأنه يستحق بتقديم مباراة كبيرة جدا تليق ببطل أبطال أفريقيا. لابد من الفوز يكون بروح عالية جدا، الفوز بنتيجة كبيرة جدا للرد على كل الكلام اللي اتقال. مش العملية خلاص يا جماعة، خلاص ما عادش لم يعد ينفع الكلام، انتهت القصة. بالظبط، هي مباراة لكرة القدم، هي مباراة لكرة القدم، الكل ينتظرها، كل جمهور النادي الأهلي ينتظر هذه المباراة، لأنه المباراة الحقيقة خلي بالك فنيا كمان هي مباراة صعبة جدا. ما هي صعبة جدا. كل الاحترام لجميع فرق المجموعة بما فيها القطن كمان طبعًا الكاميروني طبعًا. هي المشكلة ان النادي الأهلي مر، وده طبيعي في مرحلة المجموعات دي ممكن تمر بمنحنيات، بقى لنا 3 سنين تقريبا. ايوه وضع طبيعي، لكن الشطارة برضو ان انت تعود. في الاخر ترجع في الوقت المناسب، او كمان الظروف خدمت، مش هننكر ده نتيجة مباراة سان داونز والهلال، ده في اخر ثانية. ايوه ده شيء جميل. وبرضو انت لو ما كنتش بتقدم اللي عندك وبتعمل اللي عليك كان ممكن ما تستفيدش. صحيح، كان ممكن مش هتستفيد. صحيح، لو ركبك يعني ثابت وخسرت وبعت القضية يعني. فدائما النادي الأهلي برضو ردا على ما يقال ان هم اي حد يعني مش الهلال ولا غيره عايز يعمل عقدة الأهلي، يعني يعمل عقدة، مفيش حد عقدة الأهلي، عقدة كلهم. عندما قيل على فكرة الأهلي هو عقدة مع ده رأيي يعني، وده الواقع، الأهلي هو عقدة كل الفرق الأفريقية يا أستاذ جمال، مع كل الاحترام ليهم. صحيح، لأنه أكتر الأندية وصولا للمباراة النهائية. أيوة، أكثر حصولا على هذه اللقب. لكن عايز أقول لحضرتك حاجة بس، هو قال لك كده في نفس الفترة، أنا فاكر أنا كنت بلعب، قالوا كده في نفس الفترة دي، وأعتقد يعني أستاذ محمود كان دايما وحضرتك كان دايما بتسافروا معاه. كانوا دايما في أي حتة تروحها في شمال أفريقيا يقول لك الأهلي بيتغلب، او كره القدم المصريه، اهلي زمالك اسماعيلي ساعتها اي حد بيلعب يقول لك كانوا بيتغلبوا من شمال افريقيا. لو تفتكر الاهلي راح كسب الصفاقسي وخدنا البطوله من معقل الصفاقسي. صحيح، واعتقد ان دي كانت البدايه لما فيش حاجه اسمها يعني ما يخص هذه ما فيش عقده يعني ما فيش 2001 يا كابتن اسلام قطعنا بالترجي تعادل 1-1 وصلنا مباراه نهائيه بعد 14 سنه. صحيح، بهدف كابتن سيد عبد الحفيظ. صحيح، فاللي انا عايز اقوله هنا كابتن اسلام قبلها في 2001 رجع البطوله، رجعت بعد 14 سنه غياب عن تاريخ النادي. كابتن اسلام، اتمنى ان تكون مباراه الهلال هي عوده للوجه الحقيقي لبطل افريقيا، استنفار لكل الهمم بكل الاتجاهات اعتبار المباراه انطلاقه من اجل يعني استرجاع اللقب. صحيح، ماشي، اللقب ال11 ان شاء الله باذن الله تعالى، العوده واللعب بروح يا روح الاهلي. الكلام ده يا كابتن اسلام والله مهم جدا، محتاج فعلا جلسات مع اللاعبين يشعروا بما تشعر به الجماهير. يا جماعه الجمهور مش مستفيد حاجه، الجمهور بيتكلف تذكره وهو واولاده بروح يشجع، هو اللي بيطلع من جيبه، بيدافع على النادي هو اللي بيطلع من جيبه. انت هو مش طالب منك انك انت تؤدي بروح، تعمل اللي عليك، التوفيق ده بتاع ربنا. يعني هي لو الجمهور شعر في مباراه سان داونز انك انت موت نفسك في الملعب وخسرت باي نتيجه، ما كان برضه هيسقف لك. لكن الناس صعب عليها المنظر انك انت قاعد مستسلم الاثنين، يعني شايف في الامر صعب. فاعتقد نضع كل ذلك وران، ونضع مباراه الهلال كما يعني سموها الاخوه في السودان مباراه الصمود والتحدي، انها مباراه انطلاق وعوده اللقب الذي غاب لعام واحد في ظروف كلنا نعلمها جميعا، لكن علينا الرد بقوه، والرد بقوه يكون داخل المستطيل الاخضر، بداء فني، بداء مهاري، بدل ما بجري 6 7 كيلو هجري 12 13 كيلو، بدل ما يعني عاوز اقول ايه، عاوز اروح مباراه، دي مباراه الروح، والاهلي هو مدرسه في الروح. اتمنى اللعيبه، واعتقد هيكون طبعا اكيد مع الجهاز الفني وكابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الاداري ودعم الاداره هيكونوا حاضرين بقوه في مثل هذه الظروف اللي بيمر بها النادي حاليا. عموما كلام مهم جدا بيقولوا الاساتذه الاستاذ جمال الزهير الاستاذ محمود صبري، هنكمل كلامنا في هذا الامر، ولكن خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نتكلم بقى عن كاس الرابطه اللي بيحصل بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم، دي كانت قائمه الهاتريكس في النادي الاهلي خلال البطولات الافريقيه السابقه، كابتن خطيب، كابتن حسام حسن، كابتن زكريا ناصف، كل الاسماء اللي حضراتكم شفتوها، كابتن محمد ابو تريكه، كل الناس اللي موجوده يعني عشان ما انساش حد، كلها كان ليهم دور الحقيقه، كابتن خالد بيبو، كابتن وليد ازارو،
كابتن حسين الشحات، اخرهم كابتن محمود كهربا، وتظل دائما القائمه متواجده. استاذ جمال، استاذ محمود، دلوقتي رابطه الانديه اعلنت المواعيد المقدمه ليها او مواعيد المباريات اللي هتلعب ان شاء الله كاس الرابطه. لكاس الرابطه، اولا ايه رايكم في هذه المواعيد، ومن وجهه نظركم كيف ترى ان الاهلي يلعب يوم 27 وحتى الان يوم 31 او 1؟ اولا لو حبينا نتكلم، اولا في ظروف هي اللي بتؤدي الى ان النادي الاهلي يعني مش عاوز يلعب هذه المباراه، انه في لعيبه دوليين سواء للمنتخب المصري او اللعيبه اللي هيسافروا المحترفين اللي هيروحوا مع منتخبات بلادهم يعني. وبالتالي انا مش عاجبني بس حاجه، اتفضل، رد فعل الرابطه من طلب النادي الاهلي. يعني الوضع الطبيعي انك تاخد الطلب وتدرسه، هل النادي الاهلي عنده حق في هذا؟ نعم ولا لا؟ يعني ما تكلمنيش باللائحه بتاع السنه اللي فاتت، البطوله كلها اتغيرت السنه دي. كاس الرابطه غير السنه اللي فاتت. طبعا السنه اللي فاتت كانت مجموعات، صح؟ صحيح. المره دي انت قررت تعملها زي المغلوب. الكاس زي كاس مصر. صحيح. يعني بخروج المغلوب. فبالتالي اما النادي الاهلي برضو يطلب منك طلب بهذا الشكل، لازم تقراه كويس وتشوف هل لديه الحق ام لا. ابسط الامور هنا، بيراميدز هيلعب مع انبي وفيوتشر مع طلائع الجيش يوم السبت 25/3. تمام. بعديهم بيومين، بعديهم بيوم الزمالك والبنك الاهلي، بعديهم بيوم كمان الاثنين الاهلي والمصري. تمام. بعديهم الاهلي هيلعب امتى مع 31 غالبا المباراه الغايه في الاهميه، اللي هي برضو في ظل موسم كله اخفاقات للكره المصريه، هيبقى عندك فرصه ان النادي الاهلي مستمر في دوري ابطال افريقيا. نعم. وبالتالي يجب اعاده النظر في هذا الموعد بتقديمه بتاخيره بعد كده، المهم انه يتعمل بما يخدم مصلحة النادي الأهلي مش بس كنادي أهلي. والنادي الأهلي طلب تأجيل هذه المباراة. تمام. أو ما هو التأجيل عشان هو مش يعني يفضل إن هو ما يلعبش، لكن لو في إصرار على لعب المباراة يبقى في ميعاد مناسب. ما هياش يعني أنت أساساً عامل الجدول ده إمتى؟ يعني أنت عامل جدول كاس الرابطة ده إمتى؟ ده من يومين عامله. من يومين ثلاثة. شهر يعني من كذا يوم. يومين القرعة من يومين. يعني أسبوع 10. يعني ما هواش محدد مثلا من سنة أو ست شهور. فيعني في لازم يكون لغة الحوار موجودة. حقيقي. ودي ما فيهاش إشمعنى. يعني ما فيش مثلا أي أندية لا تانية. ما هو أنت لو قلت لي إشمعنى، ما أنا بطالب بالعدالة برضه. بالظبط. أنا عندي 14 لعيب مش موجودين. اللي أنا يا أستاذ جمال. نعم. أنا عندي يا أستاذ محمود 14 لعيب مش موجودين. 14. وعندي 3 4 ياسر إبراهيم ومحمود متولي. بالظبط. وأيمن واسمه وأكرم توفيق وكريم فؤاد، ده 4. أنا 14 أدي 18. أنا القايمة بتاعتي كلها 27 ولا 28. طب أنا هلعب إزاي؟ هذه هي بالزبط. هذه هي الفكره بالظبط، وده اللي احنا بنطالب بيه. السؤال بس يا اتفضل، بامانه شديده للسيد رئيس الرابطه والقائمين عليها، نعم، ما هو الهدف من كاس الرابطه؟ ايه هو الهدف الفني؟ ما انت يعني عملتها ليه؟ سؤال عاوزين حد يجاوب عليه. انا عايز اقول حاجه، كان يتصور، وزي ما احنا بنشوف ورد بنتعلم من الناس اللي بره، وبنشوف مثلا في انجلترا في كاس اسمها كاس الاتحاد، كاس يعني كاس مصر، في كاس اسمها كاس مثلا كاراباو، مش عارف ايه، في عندك في حاجه اسمها مش عارف حاجه تبع الرابطه. كنت اعتقد ان هناك رؤيه محدده في كاس الرابطه، بمعنى انت عندك النهارده مشكله انه الراجل بتاع المنتخب الاولمبي جاب المسؤول عن المنتخب كابتن محمد بركات، قال له يا كابتن محمد ولا لعيب من اللي عندي بيلعب مع انديته. صحيح. اغلبهم ما بيلعبوش. طيب يا كابتن محمد انا ما عنديش حارس مرمى اساسا في فرقته. صحيح. يا كابتن محمد هنروح نلعب في اولمبياد باريس ازاي؟ نقابل الناس ازاي؟ فنلعب مباراه وديه مع الشقيق السودان منتخب الاولمبي ونكسبهم 1-0 بالعافيه. كنت اعتقد ان يكون الهدف من كاس الرابطه هو اتساع القاعده للاجيال اللي جايه، يعني ايه؟ دول يبقوا البطوله دي للاعيبه المنتخب الاولمبي
لاعب منتخب الشباب للكشف عن المواهب، ادي الفرصه للانديه ان توسع القاعده ونشوف لعيبه صغيرين ونديها. لكن انت جيت قفلتها وجيت عملت لي رايحه ولازم الدوري. طب ازاي انت عاوز اللائحه؟ معلش فين اللائحه؟ ما انا بصح حضرتك عاوز بتقول لي قفلتها وعندك الدوري مشتعل وافريقيا اللي انت مصر انت شايف والمنتخب وتصفيات والمنتخب الاولمبي وتصفيات وعندك بعد بكره هيبدا مش عارف تدخل فين يعني، وعاوز تبني كاس مصر من مين دول؟ ما انت شفت الوضع قدامك. احنا ما عندناش القدره انه اللعيبه تستحمل تلعب كل ثلاث ايام يعني. الواضح البنيه والتاسيس ما عملش تم الكلام ده يا جماعه يعني. بامانه جديده يا استاذ احمد دياب، هل ده منطق؟ يعني هل من المنطق ان انا اضيق والزم قائمه الدوري هن اللي تلعب وانت عاوز يسافروا ويطلعوا والاهلي او غير الاهلي يعني بلاش يا عم الاهلي ولا عشان بيعمل حساسيه او يسافر ولعبته مع المنتخب والنهارده فوتشر ما عندوش لعيبه في المنتخب. بيراميدز عنده اثنين لعيبه بس. اثنين لعيبه. الاهلي عنده كام؟ ما انا بكلمك اهو سبعه. يا سؤال الاهلي عنده كام؟ سبعه. والمحترفين كام واحد سافروا؟ ثلاثه. ادي 10. وعندك منتخب الاولمبي كام؟ اربعه. وعندك مصابين كام؟ اربعه. وخلاص حلو الكلام. تيجي كمان بعد ما تعمل ده كله وجاي تلاعب لي ايه؟ بالمنطق والله العظيم والله حرام. بيراميدز وانبي وفيوتشر والطلايع والزمالك والبنك الثلاثه يلعبوا في القاهره ومودي الاهلي يوم 27 يلعب في برج العرب وعاوزه يلعب يرجع من برج العرب يطلع يلعب مع الهلال يوم 31. ايه ده؟ ده انا لو جبت حد من بره ملوش علاقه ها ما يعملش كده مع الاهلي. ده لصالح مين الكلام؟ ايه يعني مش لاقي تفسير. انا عاوز حد يطلع يقول لي الحاج عامر حسين يقول ايه الهدف من يعني ايه توديه اخر الدنيا؟ لان المصري بيلعب بمصر والاهلي ما ناخد بالي يعني ليه؟ يعني ليه؟ وبعدين يوم 27 والتانيين يلعبوا يوم 25 ويلعبوا يوم 2 هيلعبوا يوم 2 ابريل وانا يوم 31 يعني ارجع من اسكندريه العب راحه يوم اخد راحه يوم واتدرب يوم وتاني يوم العب ماتش في غايه الصعوبه. 31 او 31 حسب ما يقال. ما نعرفش احنا واحد ولا 31. ايوه يعني ما حسب لكن انا بتكلم عن المنطق. انا كنت اعتقد انه كاس الرابطه ها لو انتوا عاوزين تدوها فريق خلاص ما تدوها ما يعني عاوز اقول لك ايه خلاص ادوها. ما دي فرصه يا جماعه انه كاس الرابطه دي انك انت تخلق منافسه انه الانديه الثانيه اللي بتقول ان احنا مظلومين مش عارفين ناخد بطوله من الاهلي ومن الزمالك ها انه الانديه الثانيه تفوز بيها. طب لما اجي اعمل كده اعمل ايه؟ ادي فرصه ان انا اكتشف مواهب اطلع العيال الصغيرين الشباب دول مش لاقيين مكان يلعبوا ان انا اجربهم واحطهم على الخريطه واشوف واشتغل عليهم. لكن انا شغال على نفس المجموعه بهلكها وبخلص عليها بتقول لي عاوز تصعد كاس الامم الافريقيه وعاوز تروح تنافس كمان هناك ولسه هتبدا كمان معاك ما تعرفش كمان قرعه تصفيات كاس العالم هتبدا امتى كابتن؟ لا خلي بال حضرتك كمان في ظل الكلام اللي حضرتك بتقوله ده انت اللعيبه الدوليه هترجع يوم كام؟ اه 29 يوم 29 اه يعني بالتالي طيب اللعيبه اللي المفروض مريحه وتلعب ماتش زي ده لا اجهدهم اسفرهم الماتش الثاني بتاع ملاوي هيبقى يوم 28 اه انا بكلمك 24 و28 لا ده انت عندك منتخب اولمبي هيلعب 22 وماتش العوده 26 أيوه. والمنتخب الاول هيلعب يوم 25 24 ماتش 24 وماتش العوده ده عاوز اسالك يجيب من فين؟ ما شفتوا اللي حصل في صن داونز والناس مسكت في يا جماعه بامانه شديده والله اقسم بالله بسال بامانه شديده القائمين على الرابطه ايه الهدف؟ طب انت شفت منتخب الشباب حصل له ايه؟ والمنتخب اليوم انت شايف الوضع مش دي كانت تبقى فرصه بطوله ها للناس حتى اللي مش موجوده يعني اللي مش دوليين مع العناصر الموجوده دي ان انا فرصه ان انا اطلع واحد واثنين وثلاثه اكسب لي اشوف ادي المدربين اللي بيشتغلوا صف الثاني انهم يطوروا ويدوروا ويفتشوا ممكن حد يطلع لنا واحد. عاوز اقول يا جماعه بامانه شديده الموضوع مش عاوز اقول واخش في النيات وافتش واعمل زي الناس بامانه شديده عايز تفسير منطقي للي حط الجدول الناس دي تلعب يوم 25 و26 في القاهره والاهلي في اسكندريه ب 27 واجيبه على 31 اللائحه بتفرض انك تلعب بقائمه الدوري اه طبعا ما ايوه لا هو عامل كده اللائحه اه مفتوحه لا مش مفتوحه يا ريس مش مديك لا دلوقتي الوضع دلوقتي يا ريس مش السنه اللي فاتت حاجه ودلوقتي حاجه ثانيه لا السنه اللي فاتت كانت مجموعتين يا استاذ زمان لازم يبقى في فرصه للاعبي المراحل السنة لا مش موجود الكلام ده السنة اي نادي يشارك بالفريق اللي هو عايزه مش موجود يا كابتن استاذ جمال مش موجود الكلام مش موجود الكلام ده حاليا اللاعب كله بقائمه المهم انه لازم الرابطه ما احنا بنسال السؤال ايه الهدف
تدرس طلب الاهلي. تدرس طلب الاهلي. ايوه ده رد عليك ما ادكش فرصه انت بقى انت بتجاوبت على السؤال بعدها ما فيش بنص ساعه ما فيش نص ساعه لك لا ان انت تدرس انا بسالك بقول لك ايه انا بشرح لك ظروف في اعتبارات مش كده صحيح مش النادي الاهلي ببيانه طلع اعتبارات معينه اللي على اساسها بيطلب تاجيل صحيح اسال شوف ايه الـ يا جماعه ده يا جماعه دي. يا جماعه يعني بامانه يا جماعه يا جماعه نسيتوا اللي حصل السنه اللي فاتت يعني البطوله اللي حصل السنه اللي فاتت واللي حصل فيها وجابوا الكلام ده يا جماعه ده اتحاد الكوره خاف يهني النادي الاهلي انه الفيفا قال ان هو في مونديال 2025 ليه خايف ليه يا استاذ محمود والله العظيم خايفين ليه والله بجد لا لا خايفين والله بجد خايفين والله خايفين وشايفينه عيب وحرام يعني ان هو تهنئه الاهلي بانه الفيفا اعلن انه الاهلي شارك في مونديال 2025 بشكل عشان ما يزعلش حد عشان ما يزعلش حد هل يصل من المرحله مش حد مرشح انه يبقى كده لا, لا انا بسالك سؤال يعني شوف الاتحاد السعودي عامل ايه مع الهلال يا جماعه ده الاهلي والله العظيم ما يصح كده يعني عاوز اقول يعني في حاجه ابسط من كده يعني خلي حد يطلع يتكلم فسروا لنا ازاي بطوله انت عاوزها دلوقتي وبتجبرني عليها وانا بقول لك انا عندي ماتش فاصل والطرف الثاني بيتاجل له ماتشين في الدوري جاي هنا بقول لك انا هكسب هنا وخلي بال حضرتك يا استاذ محمود انت برضو مش شايف ان في وسط هذه الامور ايه اللي حصل اتحاد كره القدم اتخذ قرار بتاجيل كاس مصر اللي كان من المفترض ان يتم ان تلعب بدون اللاعبين الدوليين في الفتره ما بين 14 و 19 مارس وتم تاجيلها لاجل غير مسمى خدت بالك ولا ما خدتش بالك عرفت القرار ده ولا ما عرفتوش مش لما يلعب النهائي الاول بتاع البطوله لا هي غير كده ما هو انت ما انت في مباريات بتاجلها كاس بقى نفسها انت في مباريات بتاجلها اهو لا 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 طبعا امال ايه ولا هل ده له معنى وطريقه ولا ده له معنى وطريقه واضحه واضحه والله واضحه بجد والله بكلمك واضحه على فكره الخبر اهو قدامي من دلوقتي اجل قرار اتحاد كره القدم تاجيل مباريات الدوري 32 لبطوله كاس مصر 2022 23 واللي كان مقرر اقامتها في الدوري من 14 الى 19 مارس بدون اللاعبين الدوليين لاجل غير مسمى بداعي الانتهاء من الكاس القديم من الكاس القديم يا كابتن ده ماتش واحد يا كابتن اسلام يا كابتن اسلام لا ماتش يا كابتن اسلام سؤال مره تانية انا شايف ان بطوله كاس الرابطه فرصه للانديه الاخرى في الدوري ان انا ازرع عنديها دوافع انها تفوز باللقب صح يبقى ادي فرصه لمين للوجوه الشابه والصاعده والكلام ده انا اجربها واديها احتياط انت ما بتتكلمش على النادي الاهلي انت بتتكلم بشكل عام بتكلم بشكل عام يا كابتن احنا عندنا مشكله في القاعده يا كابتن احنا ما عندناش راي في الاسلام احنا اتكلمنا وقلنا لا عندنا راس حربه ولا باك رايت ولا باك ليفت ولا عاوز اقول ايه في مشكله في مشكله ما ادي فرصه للبطوله دي ان انا اجرب واشوف ودي بقى مع العناصر الخبره اللي ما بتلعبش ماشي واعمل وزي ما اتعملت السنه اللي فاتت وشفنا استفدنا ايه طيب هل من الممكن ان نجد حل يا استاذ جمال لهذا الامر ولا انت شايف ان الامر كده هيقفل لا انا شايف انه الحل زي ما قلت ولسه متمسك برايي ان تحكيم صوت العقل ايوه ان انت ما تقولش هو كده ما فيش حاجه اسمها اذهب انت وربك فقاتلا يعني ما تحطش الانديه في موقف صعب يعني مش الانديه ده نادي واحد يا استاذ أيوة. جمال ده هو نادي واحد انا بتكلم على بس الفكره اللي انا بلعب 25 هنا وبلعب هنا 27 انا بتكلم عن النادي الاهلي النادي الاهلي ما ينفعش ان انا اقول له روح انت منك بقى لنفسك اعمل اللي انت عايزه او اتصرف او هعاقبك او هعاقبك لو انت خدت قرار او لازم تدرس الموضوع زي ما قلت بقى قبل كده في كلامي وبناء عليه لازم يبقى قرارك متماشي مع الهدف من تطبيق او مساعدة من تنظيم المساعده يا استاذ جمال من تنظيم هذه البطوله مساعده الانديه مساعده النادي بتاعك رابطه الانديه دي هي اللي بتساعد الانديه في الوصول الى اسمها رابطه الانديه رابطه أصلاً. الانديه وبالتالي طبعاً. يجب ان يكون هناك عدل ما بين الجميع وبالتالي ايضا انا بس محتاج حد يفسر لي وانا ليه بلعب انديه بتلعب 25 و26 ونادي بيلعب 27 وعنده مباراه قبل ما هو المعيار حاجة. المعيار المفروض يبقى واحد مفروض يعني حتى لما بتيجي تحط جدولك بتحط مع الاعتراف ان النادي الاهلي او مع ان اللي احنا كلنا عارفين ان النادي الاهلي طلب تاجيل هذه المباراه احنا بنتكلم في قصه ثانيه النادي الاهلي طلب تاجيل هذه المباراه يعني أيوة ما فيهاش كلام رسميا طالب ان هو ياجلها بالظبط كده لكن احنا بنتكلم كمناقشه عامه يعني بالظبط ليه 25 26 وانا بلعب 27 بالزبط. وعندي ماتش 31 لا احنا بندي مثال على ان الامور
مش متقاسه في حاجه بمزوره واحده او بمقياس واحد. عموما خلينا نشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره القادمه في هذا الامر. انا بشكرك جدا يا استاذ جمال على شكرا كابتن اسلام. انا بشكرك جدا يا استاذ محمود شكرا جزيلا على وجودكم معنا. شكرا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.